يوم من اندلاع ثورة 25 يناير، تفاعل النشطاء عبر موقع بحرين أونلاين داعين لتحديد موعد مركزي للتظاهر في 14 فبراير. المتظاهرون السلميون مدفوعون بحماسة سقوط مبارك خرجوا يوم السبت 11 فبراير للعام 2011 أمام باب البحرين تحت شعار لا ألف ولا 2000، موعدنا يوم الاثنين. يقصدون يوم اندلاع الثورة في 14 فبراير للعام 2011 ساخرين من مكرمة الملك الذي حاول الالتفاف على دعوات التظاهر من خلال منحه 1000 دينار لكل عائلة، ولتشتعل موجة القمع التي شكلت ملامح وجه السلطة قبالة سلمية المتظاهرين في ميدان اللؤلؤة الذي جسد روح الثورة وتحول إلى ساحة حمراء تختزل كل المظلومية التي لطالما عانى منها الشعب. مطالب أثارت خوف السلطات لتختار سياسة الاستئصال والمواجهة الأمنية المفتوحة، حيث زجت بأجهزته الأمنية في معركة تأكيد وجود وأعطتها الضوء الأخضر لمواجهة المتظاهرين السلميين الذين بدأت دماؤهم تحول ميدان اللؤلؤة إلى ميدان الشهداء. وفشلت السلطة في الوفاء حتى بمبادراتها السياسية، وأهمها مبادرة البنود 7 لولي العهد التي وافقت عليها المعارضة وسحقت تحت عجلات درع الجزيرة في ظل قرارات هي الأعنف في مسار تطور الأحداث، لتعلن حالة الطوارئ وتبدأ سلسلة القتل بدم بارد واقتحام المستشفيات ودور العبادة والتعليم والاعتقالات العشوائية، ليصل الحال ببيت الحكم إلى إزالة نصب دوار اللؤلؤة في 18 مارس بحجة استبداله بإشارات ضوئية مرورية في العاصمة. وهو ما ناقضه وزير الخارجية خالد بن أحمد الخليفة الذي عزى سبب الهدم إلى التخلص من ذكرى سيئة، كما تم سحب حملة 500 فلس التي تحمل شعار الدوار، غير أن هدم الدوار تحول إلى رمزية جديدة في عيون البحرينيين مستدلين به على عجز النظام في إخماد روح الثورة والتوافق مع شعب البحرين لاكتساب الشرعية. تتواصل محاولات السلطة في البحرين لتصوير الأزمة في البلاد على أنها خلاف مذهبي، ولكن نظرة على مختلف الوقائع السياسية التي ترافقت مع انطلاق الحراك السلمي المطالب بالتحول نحو الديمقراطية كما لخصته المعارضة في وثيقة المنامة، وحتى هذا اليوم تكشف الأمور على حقيقتها. فقد رافق الإعلان عن ثورة 14 فبراير جملة من التطورات السياسية بدأت مع جلسة مجلس النواب الشهيرة في 11 من الشهر نفسه. ففي هذه الجلسة التي كان يترأسها النائب خليل المرزوق أعطي الكلام للنائب عبد الجليل خليل الذي وجه رسالة تضمنت ملخصا للمطالب الشعبية العامة بإجراء إصلاحات دستورية بما يضمن الشراكة الشعبية ومحاسبة المفسدين، وهي تكرار للنصيحة التي لم تتلقفها أذن النظام التي استخفت بدعوات الاحتجاج المتفاعلة مع الربيع العربي. وبعد أسبوع واحد على الاحتجاجات التي وجهت بآلة قمع السلطة، أطلق ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بتكليف من والده دعوة إلى الحوار، ودعا في بيان إلى التركيز على إقامة حوار وطني جديد من أجل البحرين، مشيرا إلى أن الأولوية أصبحت في التغلب على المأساة ومعالجة الانقسامات والحفاظ على تماسك البلاد. وطرح ولي العهد بعد لقاءات ومشاورات 7 نقاط كمبادئ للحوار بين النظام والمعارضة، وهي: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة ومعالجة الاحتقان الطائفي. قبلت المعارضة المبادئ، ولكن زمام الأمور في البلد
تحول إلى يد أخرى وقتها، حيث وفي أقل من 24 ساعة حدث تصعيد أمني خطير تمثل في دخول القوات السعودية مشكلة طلائع قوات درع الجزيرة إلى البحرين في 14 مارس، وذلك من أجل مساعدة النظام على إخماد لهيب التظاهرات التي تأججت في مختلف أنحاء البلاد، سيما في دوار اللؤلؤة الذي هدمته السلطة في 16 من الشهر نفسه، وهي تأمل أن تنتهي بذلك زخم الاحتجاجات. ويجمع المراقبون على أن دعوات السلطة إلى الحوار لم تدخل في دائرة الجدية يوما، وذلك عبر رفضها المتكرر لدعوات القوى المعارضة إلى الحوار، ويؤكدون أن السلطة استعاضت عن الحل السياسي بالخيار الأمني لمواجهة الحراك السلمي الذي دخل عامه الخامس. لم يتزامن إعلان حالة الطوارئ في البحرين بمسمى السلامة الوطنية مع اندلاع الثورة، وإنما جاء إعلان 15 مارس/آذار لعام 2011 ولمدة 3 أشهر بعد أقل من 24 ساعة على عبور القوات السعودية الجسر ودخولها البحرين تحت مسمى طلائع درع الجزيرة. فرضت الأحكام العرفية ومنع التجول، فضت التجمعات بقوة الرصاص الحي ومواكبة المروحيات، سقط الشهداء والجرحى. 3 أيام من الإعلان تم بعدها تفجير دوار اللؤلؤة وهدمه. إجراءات أمنية رافقتها حملة اعتقالات لقيادات معارضة ونشطاء وقطاعات واسعة من الشعب شملت الأطباء والمعلمين، حيث عرض الجميع على محاكم عسكرية صدرت أحكاما وصلت للمؤبد بحق سجناء الرأي، كما وصفتهم لاحقا اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. انتقلت الاحتجاجات من العاصمة ودوار اللؤلؤة إلى أشكال ومناطق أخرى، التكبير من على أسطح المنازل ورسم الشعارات والمطالبات على الجدران وتطيير المناطيد وصولا لبعض المسيرات في أزقة القرى والمناطق البحرينية على اختلافها. تكثف نشاط المعارضة في الخارج إعلاميا وفي المنابر الحقوقية. لم تنجح الطوارئ في إنهاء حالة الاحتجاج، ونجحت في تحويل الثورة التي كانت تصرخ في الظلام إلى ملف إقليمي ساخن. تم تقليص مدتها الفعلية وفي أول فرصة سنحت جمعت المعارضة أنصارها في سار في 11 يونيو، مؤكدة الارتكاز على الخطاب الوطني واستمرار الحراك من أجل التحول للديمقراطية وضمان الشراكة الشعبية في إدارة شؤون البلاد على أساس المواطنة المتكافئة. الضغوط الدولية دعت السلطة إلى تشكيل حوارات باسم التوافق الوطني في 2 يوليو رأت فيها الجمعيات السياسية عدم الجدية، بحيث سعت السلطة للنأي بنفسها وتصدير الموالاة التي تدار من قبل بيت الحكم لمواجهة مطالب المعارضة. وإثر فشل ذلك ومطالبة المعارضة بحوار شريطة أن يكون ذي مغزى ورغم تحفظاتها، شاركت الجمعيات السياسية مجدداً فيما سمي باستكمال الحوار الوطني في يناير للعام 2013، إلا أن عددا من ممثلي المعارضة في الحوار تم اعتقالهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم السياسية. ورغم لقاء 15 يناير عام 2014 الذي ضم وفدا من جمعية الوفاق يرأسه الشيخ علي سلمان إلى جانب ولي عهد البحرين، فقد أعلنت الوفاق على لسان أمينها العام أن وزير الديوان الذي كان حاضرا في الاجتماع قد اختطف المبادرة وأنهاها، وبشر مراقبون بانسداد الأفق السياسي، ما دعا المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات البلدية والنيابية في نوفمبر 2014، وهو السبب الذي ترجحه مصادر المعارضة للانتقام السياسي واعتقال أمين عام الوفاق بعد شهر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات، هي مدة مقاطعة المعارضة للبرلمان،
وسط تأزيم أمني واضح واستمرار لمنع المعارضة من التعبير السلمي عن الرأي، غير أن البحرينيين وجدوا طريقهم للاستمرار تحت شعار صامدون وستعجزون ولن نعجز. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل المباشر الذي يأتيكم في الذكرى الخامسة لاندلاع ثورة البحرين، هذا النقل الممتد على مساحة عدد من العواصم العربية. وننتقل الآن إلى قناة الاتجاه حيث يشاركنا من استوديو التحليل الزميل إبراهيم المالكي. صباح الخير زميل إبراهيم، وأهلا بكم في 14 من فبراير البحرين، تفضل. صباح الخير ورحب بكم سادة المشاهدين وهذه التغطية الخاصة بعد 5 سنوات على اندلاع الثورة في البحرين، ورحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور نزيه منصور نائب في البرلمان اللبناني السابق. مساء الخير. صباح الخير. صباح الخير، عفوا دكتور نزيه. دكتور، خلي بعد 5 سنوات من اندلاع الثورة في البحرين، خلي نسأل بالتحديد ما الذي حققته الثورة بعد هذه 5 سنوات؟ اسمح لي بداية أن أتوجه بالتحية إلى الشيخ سلمان وإلى أهل البحرين الذين انتفضوا في وجه الحكم الجائر إلى تعقود من الزمن يعني. وهنا لابد من التنويه بهذه الثورة التي تميزت عن كل الثورات في العالم، أن الثورات تبدأ مدنية وتنتهي بالسلاح، بالقتل، بالذبح من قبل الثوار، بينما تختلف مسيرة البحرين، الثورة البحرين، عن غيرها من كل الثورات التي بدأت في العالم، أنها بدأت سلمية مدنية وما زالت. وخير دليل على ذلك ما يعتق من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، بخلاف لكل الثورات التي كانت تعتقل القيادات السلطوية التي تمتلك السلطة بينما هم يعتقلون والعالم يشاهد ويتفرج على هذا المشهد. من هنا أرى أن الثورة البحرينية أو الحراك البحريني لم يأخذ حقه لا إعلاميا ولا سياسيا على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وذلك يعود عذرا دكتور، شنو اللي خلى الثورة أو الحراك مثل ما سميت أنه تبقى سلمية؟ ما تركها سلمية هي طبيعة الشعب البحريني أنه يمارس بطريقة سلمية ملتزما الأنظمة والقوانين ومعتمدا شرعة حقوق الإنسان التي تحث على الإنسان على أن يأخذ حقوقه بالطرق المدنية والسلمية. من هنا لم تكن السلطة متجاوبة مع حقوق هؤلاء، ولذلك نرى إذا عدنا إلى تقرير بسيوني وغيره الذين أثبتوا صحة هذا الحراك وسلميته وما دفعه أيضا. هذا تعتبره مؤشر جيد؟ طبعا هذا مؤشر جيد، ولكن لا يحتاج إلى احتضان سياسي وإعلامي دولي وإقليمي. ومع الأسف أن الإقليم يعيش تحت زلازل ونيران وقتل وتدمير، يشارك فيه العالم من أعلى قممه حتى قواعده. عندما أقول أعلى قمم المقصود في ذلك مثلا القطب الأوحد، الإدارة الأمريكية، السكوت الغربي، أيضا المسايرة لبعض القوى الدولية التي تحاول أن تسير بين النقاط نتيجة المصالح التي تعقد العالم، حتى نراها يدخل هنا ويسكت هناك. طيب في هذه السلمية، الحفاظ على السلمية مقابل تعتيم إعلامي من بعض الدول أو اختلاف في إيديولوجيا بعض الدول الأخرى أو التعاطي مع هذه الثورة، تشوف أنه ممكن أن تحقق أهدافها الثورة، أو ممكن أن حققت أهدافها خلال 5 سنوات؟ لا يعني لو على الأقل في جزئية معينة، أهم شيء أن جعلت من هذه السلطة أن تعيش بحالة من عدم الاستقرار، أن تعيش حالة من القلق، ولذلك نراها تستغيث بالغير
من خلوها تستغل وجود الأسطول الأمريكي. أضف إلى ذلك استدعاء قوات من الجزيرة، درع الجزيرة، من حكومة الرياض، ما يعرف بدرع الجزيرة. إذن هذا الأمر استطاع أن تخلق مناخا جديدا لدى البحرين، وتجعل أن هذا النظام أنت ليس مستقر ما دمت تستغل وجود الغير على أرضك. فهذا الشعب حيقد، ولا بد له أن يصل إلى الأهداف التي وضعها ليصل إليها لاحقا، يعني عاجلا أم آجلا. ولكن أعتقد أن الظروف الحالية لا تساعد على تحقيق هذه المطالب في الوقت القريب. الظروف خلي نرجع عنها، لكن خليني أسألك بما أنه أخذتني لدرع الجزيرة. الآن أصبحنا أمام مقارنة بأنه شعب يحافظ على السلمية في ثورته بعد 5 سنوات، ودخول درع الجزيرة إلى البحرين، بالإضافة لأنه الشعب البحريني ما زال داخل البحرين محافظ، يعني معتقلي الرأي، معتقلي لقيادات الحراك، ودخول درع الجزيرة. هذا الدرع تحول إلى أداة لقمع المتظاهرين أو أداة لقمع الشعوب، ممكن في المقارنة نأخذها؟ مجرد استدعاء درع الجزيرة ودخوله طوعا أو غصبا، هذا هو الهدف منه، هو قمع حتى لا تتأثر. يعني موقع البحرين الجغرافي له دور كبير. عندما البحرين تصبح متنفسا للحرية وتمارس الديمقراطية وتحقق شبوهية، وهم أقلية في المنطقة على مستوى عدد السكان، سوف يتأثر في الإقليم وتحديدا الجزيرة، أي عند حكومة الرياض التي تخشى أن مناخ الحرية إذا أحاط بها هذا الأمر من حيث الإقليم. وهنا يلفت نظر، لو عدنا إلى بداية الحراك العربي لوجدنا أن كان هناك حراكا داخل الجزيرة، داخل سلطة بني سعود. هذا الحراك استغل البحرين وأرسل الجيش ليقولوا لهم أنه الفرس، أن الشيعة، استعملت مفردات ذات طابع عنصري طائفي مذهبي قومي حتى إخماد ما كانت تتحرك به شعب الجزيرة المقموع منذ حوالي قرن، منذ استلم بني سعود السلطة. إذن هذا الأمر استغل، والآن حتى ما يحصل الآن في اليمن هو أيضا لإظهار ما تعاني منه هذا البلد بخلق أزمات في المنطقة كي تتفرغ لها وتتناسى ولا تنسى وتتناسى ما يحصل في الداخل نتيجة الأزمة الداخلية التي تعيشها. طيب يعني البحرين واليمن، أخذتني لليمن، البحرين واليمن، هنا درع الجزيرة وهنا أيضا قوات لا تختلف عن درع الجزيرة أو بالنتيجة هو نواة درع الجزيرة، نواة التحالف الموجود الآن في اليمن، هذا النواة في البحرين وفي اليمن. الآن نسمع عن دخول إلى سوريا يعني اليوم سيتحول هذا الأداة إلى قمع شعوب، قمع تظاهرات، هذا يتحرك بإطار طائفي برأيه؟ هو باختصار تحت بالعنوان السياسي هو طابع طائفي، ولكنه سياسيا هو بين محورين، محور المقاومة أو التغيير أو لأخذ دور في تشكل المجتمع الدولي من جديد. أن العالم بدأ يتشكل عما كان عليه قبل العام 2000 هو غير ما هو عليه الآن، لنحن أمام تشكل العالم الجديد. فتحاول هذه الدول التي ترتبط بالغرب أن تجد لها مقعدا من خلال ما تمتلك المؤهلات بأن تمتلك مقعدا أو أن تكون مساهمة في تشكيل الوضع. هي طبعا عندما تكون هي من التابعية للإدارة الأمريكية لا يمكن لها أن تتغير، بس حتى يحسب لها حساب. من هنا الصراع الآن عندما كانت يعني محور المقاومة التي تقود وهو ما يسمى بمحور الشر بين هلالين بين قوسين ما تسميه الغرب، هو الذي استعمل الأداة، هذه الأداة التي تقودها حكومة الرياض، هذه الأداة تقودها حكومة الرياض في المنطقة لإخماد هذه الثورات لإخماد هذه الشعوب التي متتمسك بالمقاومة. خلي أروح الضيفي من البحرين عبر الهاتف الأستاذ حسن المرزوق. صباح الخير أستاذ حسن. أستاذ حسن يسمعني؟ صباح الخير أستاذ حسن.
أستاذ حسن من البحرين صباح الخير. أكو مشكلة بالاتصال رجالة. بالنتيجة الآن الدرع الجزيرة في البحرين في اليمن هو لا يمتلك المؤهلات أو بالأحرى المنظومة التي ينتمي إليها، وأنت اتفقت بأنه لا يمتلك المؤهلات بأن يكون لاعبا طرفا أساسيا في المعادلات الإقليمية. بعد نقدر نقول أنه لم ينجح، لأنه بهالشكل نقدر نقول أنه لم ينجح لا في البحرين ولا في اليمن. هو استطاع أن يؤجل الأزمة الداخلية التي يعاني منها مع انتهاء هذه مع انتهاء ما حصل في اليمن وفي سوريا وفي البحرين، سوف يعود الى يصعد الى ما تحت الصفر داخل مجتمعه وداخل دوله وداخل دوله بسبب الفشل الذي بدأت تظهر مع معالمه الان في سوريا في طيب اليمن. كيف يتحرك الى سوريا؟ هو لم يعني انت تتحدث عن انه ممكن ان يعود الى تحت الصفر، كيف يتحرك الى سوريا؟ يتحرك الهروب نحو الامام، هو يغامر، هو يراهن أشبه بمن يلعب القمار، هو يلعب لعبة القمار من خلال الهروب نحو الإمام، علّه في ذلك يستطيع أن يحقق شيئا ما، ولكن هذا هو لن يحقق شيء، والدلائل بدأت تظهر على الساحة فهو في الميدان. طيب بهذا الشكل يعني نجاحات نوعا ما تتحدث عنها درع الجزيرة والمشاكل الموجودة الآن والذي تحول إلى أداة لقمع الجماهير، خلي ناخذ الثورة اليوم، ما يحصل في المنطقة، ما يحصل في الإقليم المحيط هو لا يمكن فصله عن بعض. صحيح. جيد. بالنتيجة نتحدث عن الثورة في البحرين وتداخلاتها في المنطقة، العراق، سوريا، واحدة من أدوات التحرك للدول الإقليمية والكبرى في الإقليم أو لتشكيل الإقليم. ممكن أنه نعتبر ثورة البحرين أيضا هي جزء من هذا التشكيل في الإقليم، أو هي جزء فاعل ضمن الإقليم؟ لا يمكن تجاهل البحرين كون موقع البحرين جغرافيا البحريني استراتيجية، موقع له استراتيجية. هو ما بين يعني بين هو محور يعني إذا لو عدت إلى هذا لوجدت أن البحرين أنت هي كعاصمة استراتيجية لمجلس تعاون الخليج، رغم حجمها رغم مساحتها قلة مساحتها أو عدد السكان. إذن لا يمكن الاستغناء عن دور البحرين. من هنا نجد أن الإدارة الآن أن الأسطول الحلف الأطلسي له قاعدة، الأسطول الخامس موجود داخل في البحرين. لا يمكن اعتبار البحرين هو عامل ثاني، هو أساسي في كل ما يحصل. من هنا كانت الدفع بدرع الجزيرة إلى البحرين. أنا أشكرك الدكتور نزيه منصور نائب في البرلمان اللبناني السابق، شكرا لحضورك، وشكر جزيلا أيضا لكم سادة المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. الانتقال إلى زميلة ريا. فين أمشي؟ حيث يكون 14 فبراير تأتلف القلوب وتنبض ثورة اللؤلؤ. موعدنا معكم في بث موحد لقنوات تتضامن مع شعب البحرين. في الذكرى 5 لانطلاق ثورته، 14 فبراير، الثورة مستمرة. شكرا لقناة الاتجاه وللزميل إبراهيم المالكي الذي وفانا في هذا الحوار لتغطية 14 فبراير. وننتقل الآن إلى هذا التقرير الذي يعرض ما بين تعهد ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة في مجلس السيد علوي الغريفي في العام 2001 وتوقيعه على ورقة المطالب الشعبية قبل الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في البحرين، وحتى 14 فبراير عام 2016، تاريخ طويل من نكث الوعود واستبدالها بخيارات العسكرة والقمع والانتهاكات. نتابع. شكل تاريخ 14 فبراير أعلانا شعبيا واضحا لإضمحلال ثقة المواطنين بملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة
إثر انقلابه على المواثيق قبل أن تنعدم هذه الثقة مع لجوء الملك بكل ما أوتي من قوة إلى الخيار الأمني. أمال البحرينيين بوطن الإصلاح والتوافق الوطني تلاشت أمام نكث الملك بوعوده منذ انقلابه الشهير على ميثاق العمل الوطني الذي كان يفترض أن يأذن بدخول البلاد مرحلة الإصلاح الحقيقي تؤدي إلى تحولها نحو الملكية الدستورية وتشكيل برلمان منتخب له كامل الصلاحيات في التشريع وتعزيز المواطنة، إلا أنه كرس مزيجا من الاستفراد الرسمي بإصدار الدستور بعد عام من ذلك وشعور الشعب بغدر الملك. فبين تعهد الأخير في مجلس المرحوم السيد علوي الغريفي وبحضور السيد عبد الله الغريفي في العام 2001 وتوقيعه على ورقة المطالب الشعبية قبل الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، وبين وثيقة الأعيان في العام 2014 تاريخ من خرق الوعود وتباين واضح فيما أظهره الملك آنذاك وما أضمره قبل أن يظهره بشكل لا يحتمل لبسا في وقت لاحق. فالملك لم يستثمر الدعم المحلي المطلق له بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، ولم يستثمر أيضا أصوات المعارضين التي لم تكل عن المطالبة بحوار جاد يخرج البلاد من الأزمات التي لحقت به، فعاد إلى الخيار الأمني كأداة لقمع المعارضين بدل الحوار، ليعيد بذلك سيناريو زج القيادات السياسية والرموز وآلاف المواطنين المعارضين في السجون إلى الواجهة وقمع التظاهرات السلمية المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية في ظل توازن سياسي بين المعارضة والسلطة. فاختار الملك أن يربط اسمه بخيارات العسكرة والقمع والانتهاكات ليقف في وجه البحرينيين وأحلامهم في التحول نحو الديمقراطية. مقابل ذلك أبدى المعتقلون وقيادات المعارضة صمودا كبيرا داخل المعتقلات، فيما لم يثن القمع الجماهير عن تجديد الثورة يوميا، وهو ما ساهم في ثبات المعارضة على أهدافها وفشل النظام عبر آلته القمعية في وأد الثورة أو حرفها عن مسارها الصحيح. نعم، كان 14 فبراير 2001 يوم ميثاق العمل الوطني في البحرين، لكن في عام 2002 كان عام الانقلاب على هذا الميثاق، وفي العام 2011 يوم اندلاع الثورة وتظاهرات البحرينيين إلى العام 2016 تقول أنه هذا اليوم هو يوم الإصرار على المطالب الشعبية الممتدة على تلك الأعوام. مشاهدينا الكرام، من قناة الاتجاه إلى قناة العهد نقرأ موقع ثورة البحرين في الإقليم المضطرب مع الزميل الدكتور ضياء الموسوي. تفضل، أهلا وسهلا بك أولا، وتفضل المنبر الإعلامي لك. شكرا جزيلا أخت ريان، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية عن الثورة البحرينية، ثورة الأحرار التي غيرت معادلة الواقع ونقلت الشعوب من مرحلة الذل والهوان إلى مرحلة المطالبة السلمية في حقوقها بغض النظر عن الظروف والتوقيتات. هذه الثورة الحرة التي لم تواكب الثورات الأخرى التي استعانت بالحلول الخارجية بل جعلت الحل شبابيا مستقرا مدنيا من الداخل. سوف ينضم إلي في هذه الحلقة أمين عام تجمع الوحدوي حسن مرزوق والناشطة الحقوقية نضال السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان. حياكم الله مشاهدينا الكرام. أستاذ حسن مرزوق، هل أنت معي؟ نعم معك، صباح الخير. حياكم الله، صباح الخير. أستاذ، أود أن أسألك عن جغرافيا هذه التظاهرة. كل التظاهرات تتعرض إلى الانتكاسات أمام ما تواجه به من قمع، إلا ثورة البحرين على الرغم من سلميتها وعدم وجود الدعم الخارجي لها إلا أنها حافظت على محور الثبات، إلى ما استندت في عامل الثبات أمام هكذا مستوى من القمع من قبل السلطة الخليفية؟ نعم، اسمح لي أولا أخي الكريم أن أبارك لأبناء شعب البحرين الذكرى 5 لثورة 14 فبراير. نعم، هو الصمود الذي يتحلى به أبناء هذا الشعب منذ 5 سنوات لليوم، رغم الآلة القمعية ورغم البطش الأمني المستمر منذ اليوم الأول، إلا أن هذا الشعب أبى أن يتراجع وأبى أن يعود إلى منازله بغير النص. نعلم أن هناك علاقات وطيدة تربط النظام بأنظمة تدعي الديمقراطية وتدعي الحرية، وهي من تحميه وهي من تهيئ له الأرضية المناسبة لقمع هذه الثورة المجيدة.
لذلك يستمر نظام في البحرين بآلته القمعية، بينما في الجانب الآخر يستمر نضال وصمود شعب البحرين، لأنه خرج في هذه الثورة وقدم ما قدم وضحى بما ضحى ليس ليعود إلى المنازل. كيف يعود هذا الشعب إلى منازله وهناك 4000 معتقل موجودين حاليا في سجون السلطة بينهم رموز هذا الشعب؟ كيف يعود هؤلاء إلى منازلهم وهناك 170 شهيدا سقطوا على شوارع الحرية في البحرين؟ كيف يعود هذا الشعب إلى منازله وهناك من أسقطت جنسياتهم، وهناك من تم نفيهم، وهناك من تم التشهير بهم، وهناك من تم تعذيبهم، وهناك من تم فصلهم، وهناك من يتم طمعهم بشكل يومي من خلال هذا الحصار الليلي اليومي على معظم بلدات البحرين؟ لذلك في ظل هذه التضحيات وفي ظل هذا العطاء وفي ظل القرابين التي قدمت، يتحدى الشعب البحريني كل هذه الآلة ويتحدى الشعب البحريني هذه المصائب ليقول للنظام أنه ما زال مستمرا صامدا ينشد ما خرج من أجله، لن يتراجع إلا الحصول على ما خرج من أجله. أستاذ حسن ابقى معي لأنتقل إلى ست نضال سلمان، مركز البحرين لحقوق الإنسان. ست نضال أنت معي؟ أهلا وسهلا، صباح الخير، حياكم الله. أسأل سؤال، كيف تفسرين حالة القمع الخارجي للثورة البحرينية؟ كل الثورات، كل الانتفاضات إذا وجهت بالقمع تكون داخليا من قبل السلطة، كيف تفسرين استعانة السلطة بدرع الجزيرة، بدول خارجية، بباكستانيين، بجنسيات مختلفة لقمع الشعب البحريني؟ كيف تعلقين على ذلك وما بوصلة الحدث الآن؟ طبعا استخدام درع الجزيرة في 2011 تم بعد مطالب الشعب بعد الانتفاضة التي حصلت في البحرين. قامت حكومة البحرين بالطلب من درع الجزيرة التدخل في البحرين. للأسف الشديد احنا يمكن الدولة الوحيدة التي استعانت الحكومة استعانت بقوات خارجية لقمع الانتفاضة، أو الدولة الأولى خلينا نقول، ما منقول الوحيدة لأن يمكن حصلت في دول بعدنا بعد البحرين. البحرين طبعا البحرينيين مصرين على مطالبهم السلمية، البحرينيين خسروا كثيرا فيها من 2011 حتى الآن. هناك الكثير منهم في السجون، هناك الكثير من خسر وظائفهم، هناك الكثير من خسروا جنسياتهم، أصبحوا من غير جنسية. وللأسف الشديد هذا الوضع في 2015 كانت من أسوأ السنين بالنسبة لنا، لأن تم 2008 قد قامت الحكومة ب وهذا الموضوع. ست نضال سنعود إليك لاحقا. أنتقل الآن للأستاذ حسن مرزوق. أستاذ حسن مرزوق، في ظل تصاعد وتيرة القمع وفي ظل أيضا تصاعد وتيرة المطالب الشعبية، هل تعتقد أن البحرين وصلت إلى نقطة لا عودة أم أن هناك حلا في الأفق؟ هذا ما يجب أن يجيب عليه أرباب النظام في البحرين. أخي الكريم، نحن في البحرين ومن خلال المعارضة السياسية المرخصة طلبنا في عدة بيانات، إذا لم تكن جميع بياناتنا، طالبت النظام في البحرين إلى حوار حقيقي جاد يخرج البلاد مما هي أستاذ عليه. كيف يحاورك النظام البحريني وأنت تطالب بإزالة الملك وإزالة الحكومة؟ كيف يحاورك على أي نقطة؟ نحن في الجمعيات السياسية لا نطالب بسقوط الملك أخي الكريم، نحن في الجمعيات السياسية المعارضة نطالب بما جاء في وثيقة المنامة، وهو نظام عادل إصلاحي يرتكز على الحكومة المنتخبة والبرلمان الحقيقي كامل الصلاحيات والدوائر العادلة والأمن والأمان للجميع. لذلك نحن نصر على هذه المطالب، بينما كما ذكرت أخي الكريم لا أخفي ما ذكرته الآن، أن هناك مطالب تصاعدت في ظل القمع الكبير الذي يتعرضه أبناء الشعب. ولكن اليوم في البحرين رغم ما تعرضه المعارضة الوطنية في البحرين، ورغم انخفاض سقف المطالب في البحرين، إلا أن النظام لا زال يكابر لا يستجيب إلى هذه المطالب. يعتقد أنه بالقبضة الأمنية وبالحل الأمني سوف يسير على ما هو عليه، أو سوف يوقف هذا الحراك، ولكن الرهان خسر. وكما ترون في التقارير ان التظاهرات مستمره منذ 5 سنوات الى اليوم، وهذا رقم قياسي
بالنسبة لباقي الدول العربية التي خرجت فيها ثورات، هنا الشعب في بشكل يومي يتظاهر، هنا الندوات، هنا الحلقات، هنا الزيارات الخارجية المفقوقية الحقوقية، وهنا الكثير من الأعمال التي تخرج من أجل المطالبة بالحقوق والمصالح. على النظام أن يعي هذه المطالب، على النظام أن يستمع إلى المعارضة الوطنية، على النظام أن يصغي إلى أبناء شعبه لتنتهي هذه الأزمة وترجع البحرين كما كانت في إبان ما سمي بالعرض الإصلاحي. شكرا جزيلا. انتقل إلى ست نظام مركز البحرين. ست نظام، البعض يعني يتهمكم بأنكم تريدون أن تقلبوا الوضع وتثيروا الإرباك في داخل البحرين، والبحرين دولة مستقلة مستقرة، والبعض اتهم الثورة الشعبية بأنها من صنيعة الخارج، ما حقيقة ذلك؟ هذا الأسلوب طبعا ليس جديدا. ففي عام 1965 حصلت ثورة في البحرين واتهمت الثورة بأنها ناصرية، وفي عام 1973 حصلت ثورة واتهمت الثورة بأنها ذات أجندة خارجية وأنها ذات ميول شيوعية. النظام دائما يقوم باتهام المطالب المشروعة أن يحاول أن يتهمها أن هي ذات أجندة خارجية. هذا ليس جديدا على البحرين. إحنا في من 1981 فرضا حتى الآن كم خلية وجدت في البحرين، وجميع الخلايا تكون متهمة أنها ذات صلة بدولة خارجية. هذا الموضوع طبعا الحل الوحيد لدى البحرين أن تتهم المعارضة بأنها ذات أجندة خارجية من أجل أن تقوم بقمعها، وهذا هذا الوضع الذي مستمر من 1965 حتى الآن، والاتهامات مستمرة. ولكن هذا الموضوع أصبح مكشوفا أمام العالم، لأنه لو كانت البحرين من ما يقارب من 30 سنة حتى الآن، كم خلية وجدت في البحرين في 30 سنة الماضية؟ وجدت خلايا. ألا يمكن يكون باستطاع السلطة إسكات هذه الجماعات التي ذات أجندة خارجية، وبالذات أن جماعاتنا في البحرين، نحن شعب مسالم، لا يوجد، ليس شعب مسلح، نحن شعب مسالم، لا نملك، الأولاد يملكون الأحجار وهذا هو سلاحهم، ليس لديهم أسلحة. البحرينيين يتظاهرون وهم سلميين، أغلب البحرينيين يتظاهرون في الشوارع سلميين. البحرين لو كان يوجد لدينا أجندة، ولو كان يوجد اتهامات التي تتهمنا السلطة، كان من زمان يعني كان قضت عليهم. شكرا جزيلا. أستاذ حسن مرزوق، البعض يعتبر شبابية الثورة البحرينية عفوا عاملا سلبيا، إذ أنها تفتقر إلى التنظيم. ماذا لو كانت إدارة هذه التظاهرات بيد الأحزاب والكيانات السياسية؟ كيف تعليقك على هذا الموضوع؟ أنا أختلف معك أخي الكريم في ما طرحت، أن هنا الثورة في البحرين متناسقة بشكل كبير، حيث تخرج المجاميع الشبابية من البلدات، وكذلك الحال أخرجت الجمعيات مئات المسيرات الحاشدة الشعبية التي ملأت شوارع البحرين. لا نستطيع أن ننسى مسيرة 19 مارس التي خرج ما يقارب من 350 ألف شخص، خرجوا على شوارع البحرين. هذه الجمعيات التي كان النظام يسمح لها بالتظاهر، واليوم يتملص من وعوده ويتملص من التزاماته الحقوقية والدولية، ويمنع الجمعيات ويمنع الجمعيات من التظاهر. نحن نريد النظام في البحرين، إذا كان يدعي فعلا الديمقراطية، وإذا كان يدعي أن ليس هناك تحركات في الشارع، عليه أن يعيد ترخيص المسيرات الجماهيرية التي كان يرخصها في السابق. هناك توازن بين القوى الثورية الموجودة في البلدات، حيث تخرج هذه القوى بشكل يومي بشكل ليلي في البلدات، ولديها مهرجانات ولديها ندوات ولديها وقفات ولديها اعتصامات. كذلك الحال بالنسبة للمعارضة الوطنية، خرجت في مسيرات كثيرة وكبيرة جدا غطت شوارع البحرين، مما يعني أن هناك توازن وهناك تناسق بين المحورين، محور القوى الشبابية ومحور الجمعيات. بالأمس القريب تم إقامة ندوات في الجمعيات السياسية، في جمعية الوحدة وفي جمعية الوفاق وفي جمعية وعد، وغدا في جمعية القومي. كلها ندوات تصب في الصالح العام، تصب في إخراج البلد من أزمته، تصب في تكرار وتأكيد المطالب. لذلك أنا أعتقد أخي الكريم أننا في حالة حضارية جدا من التظاهر، في حالة حضارية جدا
من 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 الحراك السلمي المطلبي. الجانب الاخر نقابل بكل هذا التحضر وبكل هذا التنسيق وبكل هذه الوديه والسلبيه، نقابل باله واحده وهي الاله القمعيه التي ينتهجها نظام البحرين. نظام البحرين لديه معارضه واعيه، معارضه حضاريه، كذلك الحال الشباب في الشوارع هم عراه الصدور، شباب يتوقون الحريه والعداله والكرامه، شباب تواقون الى ما حصل عليه الشعب التونسي وتواقون الى ما حصل عليه الشعب المصري. لا يختلفون هؤلاء الشباب عن الشعب المصري او الشعب التونسي او الشعب الليبي او اي شعوب اخرى خرجت وحصلت على انتصار نوعا ما. لذلك على النظام ان يستجيب الى هؤلاء الشباب، على النظام ان يشرك الجمعيات السياسيه وقادتها في صنع القرار بدلا من زجهم في السجون. نعم. دعني انتقل الى السيده نضال سلمان. استاذ حسن، بينما النظام يتغنى ويقول انه يريد الحوار ويريد انهاء الازمه ويريد تحقيق مطالب هذا الشعب. شكرا جزيلا استاذ حسن. لانتقل الى السيده نضال سلمان. السيده نضال، البعض يقول ان الثوره البحرينيه تهدد الهويه الطائفيه في البحرين. الثوره البحرينيه تتهم بانها شيعيه محضه، واليوم أنتم تريدون أن تسلطوا على الحكم، فهناك مخاوف من الجانب السني، لذلك البعض برر التدخل السعودي في هذا الموضوع من باب طائفي. هذا ما قصدته من قبل، أن هذا الأسلوب الذي أخذته الحكومة. طبعا ثورة البحرين لم تكن طائفية، كان هناك كان المتواجد الشيعة والسنة، حتى هناك كان مسمى، لأن احنا في البحرين لدينا عوائل متزوجين السنة، لا يوجد فرق بين سني وشيعة. هذا الموضوع، هذا الكارد استخدم الآن، البطاقة استخدمت الآن من النظام لتفريق الناس، لم يكن هناك فرق بين شيعي وسني، التزاوج موجود، الصداقات موجودة، حتى هناك مسمى من كانوا يسمون نفسهم سوشي اللي هم سني وشيعي، وكان في الدوار كان لا شيعية لا سنية، هذه هي الكلمة التي كانت تكرر. ولكن طبعا بعد أن حصل ضربة، بعد أن حصلت الضربة من 2011، تخوف بعض السنة كانوا مشاركين، تخوفوا أن يحصل لهم ما حصل الباقي، لأن كان في قمع غريب، كان في استهداف، كان في اعتقالات، كان في من خسرت وظائفهم، وكان في تعذيب، فخاف بعض الناس تباعدوا. ولكن ما زال أغلبية الشيعة عندهم قناعة، وأغلبية السنة والشيعة عندهم قناعة ومقتنعين جدا أن هذه الثورة ليست طائفية، وأن هذه الكلمة أن هي طائفية استخدمت من النظام من أجل أن تستطيع أن تقمع الشعب. شكرا جزيلا. أستاذ حسن مرزوق، سؤال أخير أسألك، إذا كانت الثورة الشعبية حرة وطنية غير طائفية، باعتقادك ما سبب تقاعس النظام عن الاستجابة لهذه المطالب؟ هل بات القرار البحريني أسيرا للإرادة السعودية؟ المشكلة كبيرة في الكريم في ظل تعاطي النظام مع هذه الثورة الشعبية الجماهيرية السلمية الغير طائفية. بالتأكيد هنا تعاطي مختلف جدا. في الحقيقة النظام يستقوي بالأنظمة الإقليمية المحيطة التي لا تريد أن تكون هناك ثورة في البحرين أو نجاح ثورة في البحرين أو نظام ديمقراطي في المنطقة المحيطة بالبحرين. لذلك تعمد هذه الأنظمة إلى دعم النظام في البحرين لكي لا يكون هناك نظام حقيقي، نظام ديمقراطي يستند إلى الإرادة الشعبية. الشعب هو صاحب القرار. مع الأسف الشديد نحن نحكم من قبل أنظمة عائلية منذ زمن طويل. لذلك تم التعامل مع ثورة البحرين بشكل مختلف، من قمع ومن الاضطهاد ومن التمييز ومن السجون المملوءة حاليا ومن الأحكام الخيالية. لذلك نحن بما معناه نحن البلد أو الشعب الوحيد الذي عانى معاناة لم يعانيها باقي الشعوب الأخرى من هذه الحملة الشرسة، من هذه القوة القمعية، من حملات العلاقات العامة، من حملات التشهير، من إسقاط الجنسيات. لذلك لا يريدون في هذه المنطقة أن يقام نظام ديمقراطي
مع أن ميثاق العمل الوطني وعد أو بشر أو كان أحد أهم بنوده هو الانتقال من الملكية الدكتورية يكون إلى العائلة الحاكمة والمالكة والحكم. شكرا جزيلا الأستاذ حسن مرزوق أمين عام التجمع الوحدوي، وأشكر أيضا السيدة نضال سلمان مركز البحرين لحقوق الإنسان. في الختام مشاهدي الكرام إلى اللقاء، ضياء المسوي حيكم في أمان الله وحفظه. حيث يكون 14 فبراير تأتلف القلوب وتنبض ثورة اللؤلؤ. موعدنا معكم في بث موحد لقنوات تتضامن مع شعب البحرين. في الذكرى 5 لانطلاق ثورته، 14 فبراير، الثورة مستمرة. مجددا أهلا بكم مشاهدينا. يصر الشعب منذ 14 فبراير من العام 2011 يصر على رفض الطائفية في شعاراته، والتي في المقابل تبدع السلطة فيها من خلال تعزيز الأصوات التي تجاهر علنا بخطابات الكراهية بهدف إرهاب المعارضة والشعب المنادي بالتحول للديمقراطية. نتابع. لم تزد الأزمة السياسية التي تعصف في البحرين منذ 5 سنوات الشعب الرافض للطائفية والحريص على الوحدة الوطنية في شعاراته إلا تصميما وتمسكا بالمطالب التي خرج من أجلها في العام 2011، في وقت يستمر النظام باعتماد الحل الأمني بديلا عن الحل السياسي المطلوب بشكل ضاغط، حوار من شأنه أن ينتج حلولا تضع البلاد على السكة الصحيحة ويجنبها ويلات الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تحفر في الواقع البحريني ويتحمل آلامها المواطن العادي الذي أنهكته ممارسات السلطة القمعية. شعب زرعت فيه ممارسات السلطة طوال هذه الفترة عقيدة واحدة بأن الطريق إلى الحرية والديمقراطية طويل، إلا أنه أكد اختيار نهج اللاعنف من أجل تحقيق تطلعاته في التحول نحو الديمقراطية بعيدا عن الكراهية والتمييز التي يمعن فيها بيت الحكم. ولا يحتاج الإنسان لكثير من الذكاء أو قوة ذاكرة ليعرف ماهية زيارة رئيس الوزراء أخيرا لما يسمى ساحة الشرفاء التي تزعم خطاب الكراهية فيها العقيد عادل فلافل. هذه الزيارة تؤكد أن التحريض على الأعمال الإرهابية والازدراء الديني والتخوين السياسي سمة بيت الحكم ومن أعلى الهرم. ومن لا يعرف عادل فلافل، أحد أهم الشخصيات المقربة من السلطة والتي امتهنت خطاب الكراهية بمختلف المستويات وعلى مرأى ومسمع من الأنظمة التي لم تحرك ساكنا، وكيف تتحرك طالما أنه يغرد داخل سربها وليس خارجه، مخالفة العهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي تحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. وقد ربط المتابعون بين خطابات الكراهية المعدة للاستدعاء بحسب الحاجة السياسية والتخوين السياسي، ليجدوا أن رأي الأغلبية الشعبية مغيب في دوائر القرار، لا بل محاسب ومحاكم في ظل برلمان نصفه معين ونصفه الآخر صوري لا يمارس دوره في الرقابة والتشريع، وهو ما ساهم في فتح الساحة أمام ممتهني خطاب الكراهية من أجل تشكيل ميليشيات إرهابية بهدف إرهاب المعارضة والشعب المنادي بالتحول نحو الديمقراطية. ومن قناة العهد إلى قناة الإشراق، حيث نبحث في التكوين الوطني والإنساني لثورة البحرينيين وحقيقة وأبعاد الاتهامات الطائفية في وصم الحراك، حيث يشاركنا الزميل كرار الدبياني. أهلا وسهلا بك في 14 فبراير البحرين كرار. شكرا زينب، حياكم الله أحبتي أينما كنتم. وهذه التغطية الخاصة التي نتناول فيها ذكرى 14 فبراير، وهي ذكرى انطلاق الثورة البحرينية. 5 سنوات مرت على هذه الذكرى، وما زال البحرينيون لربما يعانون الأمرين أكثر مما كانوا سابقا. ففي هذه 5 سنوات بات الآن المواطن البحريني يخشى
من السجن مرة أو سحب الجنسية أو حتى الاعتراف لربما بمواطنته. هذه كل هذه الأحوال التي جرت اليوم على المواطن البحريني بسبب الاحتجاجات التي كان يطالب بنظام ديمقراطي أو إصلاحات على هذا النظام. بالتأكيد كل ذلك وأكثر ناقشه مع ضيفي داخل الاستوديو الشيخ عبد الناصر الجبري أمين عام حركة الأمة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم حياكم الله. وأيضا ينضم إلي سماحة الشيخ ميثم السلمان مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين من المنامة عبر الهاتف. وجد الترحيب بك شيخنا الكريم. بداية هناك من ينظر على أن ثورة البحرين هي ثورة طائفية يريد بها الشيعة يرسخ مفهوم التشيع في نظام الحكم في البحرين، بما أن لربما الشعب البحريني ينقسم ما بين سني وشيعي، ودول الخليج معروفة على أنها دول تنتمي إلى الطائفة السنية بشكل عام. هل هذه النظرة هي نظرة حقيقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وصحبه ومن والاه. حقيقة أي نظام أو أي ثورة أو أي حراك شعبي يقوم على أبعاد سواء كانت مذهبية أو كانت طائفية أو كانت عرقية مآله إلى الفشل وإلى الاندثار، لأن الأوطان لا تبنى على خلفيات عرقية أو مذهبية أو طائفية، فالأوطان لا تبنى إلا على الكفاءات. من هو كفء بموقع ما هو الذي ينبغي أن يتقدم. ولكن نحن ما نعيشه اليوم في منطقتنا العربية والإسلامية، أحاول إدارة الشر الأمريكية وكذلك من ورائه الصهيونية العالمية أن تعطي المساحة إلى أبعاد عرقية أو أبعاد طائفية مذهبية، وهذا بسبب تبرير وجود هذا موجود واقعا فضيلة الشيخ. هذا موجود يعني هذه لربما معرفة هي موجودة تحاول بالبحرين. كما قلنا هي ليس موضوع طائفي وليس موضوع مذهبي، وإذا كان الموضوع طائفي أو مذهبي لما استمرت الثورة البحرانية إلى اليوم. فإذا هو الموضوع مطالبي، شعب يتألم ويطلب هذا الشعب رفع الظلم أو الألم عنه، وإنما الإعطاء لهذه الحركات بعدا طائفيا أو مذهبيا لتبرير وجود دولة عبرية على أرض فلسطين. واضح. إذا تسمح لي أنتقل إلى سماحة الشيخ ميثم السلمان. أهلا بكم شيخنا الكريم. أهلا بك والتحية للمشاهدين ولضيفك الكريم. حياكم الله شيخنا الكريم. 5 سنوات مرت على هذه الثورة، لم يزدد لربما الواقع إلا سوءا. يعني اليوم لربما كان قبل 5 سنوات الواقع أفضل مما يعيشه المواطن البحريني في هذه الأيام. إلى ماذا تنوون أنتم اليوم كثورة بحرينية؟ ماذا تريدون؟ لم تتحقق مطالبكم حتى هذه اللحظة، هل هنالك خيارات أخرى لربما غير الثورة السلمية والتظاهرات السلمية والاحتجاجات السلمية، شلون ما أريد نسميها، لكن هل هناك خيارات أخرى لربما تجني ثمار أكثر؟ الطوفان الذي انطلق في 14 فبراير والحراك الشعبي كان منذ الانطلاق ينادي بحقوق جوهرية أساسية لازمة لقيام الأمن والاستقرار والعدالة في هذا الوطن. ولذلك هذا المنطلق منذ بدايته خرج من الإلحاح الجماهيري بتحقيق تلك الضروريات التي من دونها لا تستقر الحياة في هذا الوطن. طيب. وكان من الأساس ملتزما بلغة السلمية والمطالبة بالحوار لخلق هذا الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. بعد مرور 5 سنوات وتعرض هذا الشعب لما تعرض له من قتل، من سجن، من تعذيب، من نهب، من سلب الجنسية، من كل ألوان وصنوف الانتهاكات الموثقة. طيب. لا محليا فحسب بل الموثقة
لدى المنتديات الدولية والموثقة لدى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان ولدى كل الجهات التي تراقب الوضع الحقوقي في البحرين. بات الشعب في هذه النقطة بعد مرور 5 سنوات أكثر إصرارا على المضي إلى الأمام لتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ولتحقيق تلك الأساسيات التي من خلالها يريد أن يرفع الظلم والاضطهاد. شيخ ميثم، شيخ ميثم إذا تسمح لي، لهذا شيخ ميثم لو سمحت المتوجع. نعم سماحة الشيخ لو سمحت، يعني اليوم هناك من يتحدث عن، ربما حضرتك الآن تتحدث تقول أننا سنصر على المضي قدما. طيب تصرون، هل هناك خيارات جديدة على الإصرار بالمضي قدما، أم أن المضي قدما سيكون مزيد من الدماء، مزيد من الاعتقالات، مزيد لربما من القوانين التي تقيد حرية المواطن أكثر في البحرين؟ السلطة للأسف الشديد ترفض كل الدعوات التي تطلق من المخلصين في داخل الوطن لبدء حوار جدي ذي مغزى للانتقال بالبحرين من هذه الحالة المتردية إلى الحالة الصحيحة التي يتطلع إليها جميع أبناء الشعب بمختلف تلاوينهم المذهبية والسياسية والمناطقية. ولكن الكرة حاليا في ملعب السلطة، السلطة هي من تملك زمام الأمور، السلطة تصر على اعتماد لغة القمع ولغة السلاح في مقابل النداء بالديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان. ولذلك السلطة تريد من هذا الشعب أن ينحني لغير الله عز وجل، تريد لهذا الشعب أن يخضع للغة الترهيب وللغة القمع وللغة السلاح. في المقابل ماذا يملك هذا الشعب غير الإصرار على عدم المساومة على كرامته، على أن يبقى أنفه شامخا بشموخ العزة والإباء؟ لا يملك هذا الشعب إلا رصيدا كبيرا جدا من الصمود. إن كانت السلطة تمتلك القدرة على مضاعفة القمع 10 أضعاف ما تقوم به حاليا، فإن هذا الشعب أيضا يمتلك الرصيد المعنوي من الصمود والإباء للوقوف في وجه هذا القمع بعشر مرات كما يفعل الآن. تفضل بالبقاء معي سماحة الشيخ ميثم، تفضل بالبقاء معي حتى أنتقل للشيخ عبد الناصر الجبري. فضيلة الشيخ، اليوم ما هو الدور العربي؟ هناك دور عربي يتمثل بدرع الجزيرة وتقوده السعودية ودول الخليج، الدور العربي الآخر هم اليوم نحن جميعنا، جميع دول العرب تشترك مع البحرين في هذه القومية وفي الدين وفي غيرها من المشتركات، ما هو دورنا في إيقاف هذه الحالة التي يعيشها البحرين والآن؟ حقيقة ينبغي أن يكون إما للحكومات إذا كانت حكومات واعية وصادقة، أو للشعوب، الحكومات ينبغي عليها أن تقوم بعمل إصلاحي، وهو إعطاء الشعب المطالبة بإعطاء الشعب حقه إلى حد بعيد، أو أن تتحرك الشعوب نصرة لإخوانها الشعوب الأخرى. ولكن ما نشاهده اليوم من واقع مرير جدا جعل كل بقعة من بقع عالمنا العربي والإسلامي ملتهي بنفسه. ولكن ينبغي، أنا أريد أوقف بنقطة نظام إذا سمحت لي، يعني اليوم تقول أن الشعوب تتحرك لنصرة الشعوب الأخرى، صحيح؟ ينبغي. إذن نعطي إجازة لدرع الجزيرة يتحرك لنصرة شعب البحرين درع من جهة أخرى؟ درع الجزيرة درع الجزيرة ليس حركة شعبية، درع الجزيرة حركة عسكرية. طيب، والحركة والحراك العسكري لا يوصل إلى نتيجة كما هو المطلوب. فإن استطاعت هذا الحراك العسكري الآن أن ينتصر للسلطان، ولكن هذا لا يستمر طويلا ولا يؤدي إلى الاستقرار، إنما هذا إن أخمد ولكن ما يلبث أن يتحرك الشعب تارة أخرى للمطالبة بحقوقه ورفع الظلم عنه. والحراك الذي نشاهده اليوم في البحرين هو
شريحة كبيرة من الناس تشعر بهذا الظلم ويعنيها هذا الظلم. طيب. بالبعد عن المستوى العرقي أو المناطقي أو الطائفي أو المذهبي، ولكن شعب مظلوم هو يتحرك لرفع هذا الظلم، وينبغي على السلطان أو على السلطة أو على الحاكم أو على الحكومة. طيب. أن تنظر في مطالب الدور العربي دور ضعيف حتى هذه اللحظة في التدخل. نحن اليوم الدور العربي السلطوي هو ممكن ضعف نسبي، ولكن هذا السلطوي سوف يكرس الظلم على الشعب، وليس لرفع الظلم عن الشعب، لأنه يدخل لنصرة سلطة ظالمة أو سلطة قاهرة. ما هي أسباب هذا الضعف النسبي؟ أكو أسباب طائفية، أسباب دينية، أسباب مناطقية، قليمية، شو هذه الأسباب السياسية؟ لا يوجد شيء اسمه طائفي أو مذهبي، إنما هو يستعمل من أجل إما أن يستعطف الناس أو يحرك غرائزهم، وأما البعد المذهبي أو الطائفي هو كل الشرائع جاءت لنشر العدل والإحسان ورفع الظلم على الإنسان، أما ما نشاهده هو تكريس. فاليوم الظرف الذي تعيشه الشعوب العربية والإسلامية هي قهر مبرمج مخطط لإله، نحن ننفذه بكل أسف بناء للتوجيهات إدارة الشر الأمريكية، وما جاءت رايس وتكلمت عن الفوضى التي تريد أن تجعلها في هذه المنطقة بدل المقاومة للعدو الصهيوني. طيب، شكرا لك. سماحة الشيخ ميثم السلمان، اليوم ما الذي يمنع الحوار مع السلطة للاتفاق على آلية معينة تنهي كل هذا؟ هل هناك رغبة داخلية حقيقية من السلطة على أنها لا تتحاور مع من يسعى إلى لربما نفي هذا النظام أو تحول النظام في نظام الحكم في البحرين، أم أن هناك إرادة خارجية عربية كانت أو غير عربية هي تمنع الحوار معكم؟ من الواضح أن القوى الجماهيرية لا سيما الرموز السياسية والدينية في السجن تتكرر دعواتهم بصورة مستمرة لحوار جدي لإيجاد المخارج السياسية لهذه الأزمة الخانقة التي نعيشها. وها هو سماحة الشيخ علي سلمان من سجنه ينادي السلطة بالبدء في حوار فوري في مغزى لمعالجة الأزمة التي نعيشها، ولكن في المقابل السلطة مصرة على رفض اعتماد مبدأ الحوار. إذا رجعنا حتى إلى النداءات الدولية سوف نلاحظ أن الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون تقدم بدعوة لثلاث مرات للبدء في حوار جدي شامل في البحرين. سماحة الشيخ، من الذي يمنع الحوار؟ أنا سؤالي، من الذي يمنع هذا الحوار؟ هل امتناع السلطة نفسها أم أن هناك إرادات خارجية لربما تؤثر على السلطة في عدم الحوار معكم؟ السلطة مصرة من جانبها، ولا نستبعد أن تكون هناك بعض الضغوط الإقليمية من بعض الدول المجاورة التي لا تريد للمنطقة ولشعوب المنطقة أن تتجه باتجاه خيار الديمقراطية وديمقراطة أنظمة الحكم. ولذلك هناك أجنحة واضحة في السلطة ترفض مبدأ الحوار وتصر عليه، وكذلك هناك ضغوط إقليمية لا تريد للبحرين أن تنتقل نحو الديمقراطية. الشيخ ميثم السلمان، رئيس دائرة الحريات الدينية في مرصد البحرين، شكرا لانضمامك إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بسؤال أخير فضيلة الشيخ، إذا ما كان النظام البحريني يرفض الحوار ويرفض أي حلول، وإذا ما كان الثوار لا يقبلون سوى بنظام ديمقراطي وإصلاح هذا النظام، القادم كيف يمكن أن نقرأه باختصار؟ نحن ممكن أن نقرأ القادم بأن الأمور سوف تذهب إلى التصعيد أكثر فأكثر،
ولكن جماليات الحركة في البحرين أنها لا تصل إلى موضوع العنف الذي نشاهده في بعض البلدان الأخرى. ولكن نحن نقول للأخوة البحرانيين إياكم أن تقتربوا من العنف، إياكم أن تقتربوا من السلاح العسكري، إنما يجب عليكم أن تبقوا بسلاح الكلمة، بسلاح الحراك الشعبي، حتى لا يؤخذ عليكم أو تحاول السلطة أن تستفيد من هذا العمل العسكري لكي تستبيح لنفسها القتل، قتل شعبها كما قتل شعبها كما هناك في بعض المناطق الأخرى. لذلك لابد للشعب أن استطاع أن يستمر أن يستمر كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن تستجيب أن يستجيب. فضيلة الشيخ عبد الناصر الجبري أمين عام حركة الأمة، شكرا جزيلا لك. أيضا: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، هكذا هي لربما حال الحياة، الاستمرار في أن نصر على أن نحقق الإصلاح بالتأكيد سيجني ثماره يوما ما. شكرا جزيلا لكم أحبتي. حيث يكون 14 فبراير تأتلف القلوب وتنبض ثورة اللؤلؤ. موعدنا معكم في بث موحد لقنوات تتضامن مع شعب البحرين. في الذكرى 5 لانطلاق ثورته، 14 فبراير، الثورة مستمرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بين الأعوام 2011 و2016 سجلت القيادات المعارضة حضورها القوي في ساحات الحراك السلمي في البحرين وفي هذه الثورة البحرينية، لكن السلطة اعتقلت عددا منهم وزجتهم في السجون في محاولة لثني الشعب عن مواصلة حركه السلمي. فهل نجحت السلطة البحرينية في ذلك؟ وما الذي تغير بعد اعتقال عدد من قادة المعارضة؟ نتابع. ونتمنى أن يتصعد الموقف الدولي من الحالة الإعلامية المطالبة بالحوار الجاد والاستجابة للمطالب الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية. تلك هي المطالب التي لطالما جاهر بها الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان منذ اندلاع ثورة العام 2011. ورغم كل الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات الأمنية بحق المتظاهرين السلميين حينها، بقي سماحته حاملا لواء التشديد على السلمية خدمة للقضية المحقة. يا أبناء شعبي، لدينا قضية محقة وهي المطالبة بالكرامة، الكرامة التي تتمثل سياسيا في حقنا في انتخاب حكومتنا القادمة، في حقنا في أن ندير شؤوننا. الإصرار على السلمية كان أيضا من سمات ما جهر به مختلف قياديي المعارضة الذين دائما ما يشددون على الوحدة الوطنية والمطالب التي لخصتها وثيقة المنامة. شبابنا المطالفي، شبابنا اللي ما رمى حجر على شرطي مرتزق ذبحه وذبح أخوه وجرحاه وغدر به في الليل. ولكن أين تلك الرموز الآن بعد 5 سنوات من عمر الثورة؟ الإجابة لا تحتاج إلى تفكر، لأن الخطة الأمنية واضحة: زج قيادي المعارضة في السجن لإرهاب المواطنين وثنيهم عن مواصلة حركهم السلمي. الشيخ علي سلمان، إبراهيم شريف، الأستاذ حسن مشيمع، الأستاذ عبد الوهاب حسين وغيرهم، مخططات رسمتها السلطة على غير تلك الخواتيم، فما وصلت لمراميها ولا توقفت وتيرة الحرك. فها هي وقبيل أيام من ذكرى الثورة آثرت حفظ ماء وجه انتهاكاتها، أغلقت المنافذ، نصبت نقاط التفتيش، عزلت المناطق، دهمت المنازل، ونفذت حملات اعتقالات عدة،
ورغم تغييب القيادات بقيت الثورة سلمية وبقي الزخم نفسه ومطالب الإصلاح لم تنطفئ حتى مع تشديد القبضة الأمنية. ومن قناة الإشراق إلى قناة المسار الأولى، حيث نبحث وضع ملاحقة السلطة البحرينية للنشطاء داخل وخارج حدود البلاد وإصدار مذكرات الانتربول بحق الكتاب والنشطاء والمدونين والحقوقيين وكل ذلك بحجة مكافحة الإرهاب بعد إسقاط الجنسية عن العشرات منهم، حيث يشاركنا الزميل محمد الخزاعي. بداية أهلا وسهلا بك في 14 فبراير البحرين محمد. مرحبا بك زينب، وأهلا بكم سادتي الكرام في هذه التغطية لرابع عشر من فبراير التي تزينت بالثورة مستمرة، لكن هذه الثورة رافقتها آلة القمع والتعسف والاعتقالات العشوائية التي رافقت المتظاهرين السلميين في البحرين. حول هذا الموضوع ينضم معي في الأستوديو الدكتور ياسر الشرلي المحامي الجنائي من جمهورية مصر العربية. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. حياك الله دكتور. حياكم الله. جملة من آلات القمع والاعتقالات العشوائية مارستها السلطات الخليفية ضد المتظاهرين السلميين في البحرين، على أي أساس قانوني مارست تلك الضغوط وتلك الآلات القمعية ضد المطالبين بالحرية وحقوق الإنسان؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل بيته الطاهرين، وبعد. بالتأكيد ما في أساس قانوني صالح تعتمد عليه أي سلطة في ممارسة القمع تجاه شعبها أو فئة من شعبها، ليس هناك من أساس قانوني معتبر ومعتد به على مستوى القانون الدولي الإنساني يمكن أن ترتكن إليه السلطات، وإن كانت السلطات تبرر ذلك بأن لديها صلاحية ضمن دستورها وضمن قانون الإجراءات الجزائية البحريني، ولكن هذه الصلاحيات موجهة ضد مكافحة الإرهاب وليس ضد المطالبين بالحقوق السياسية الأساسية للشعب، فبالتالي هو أساس قانوني باطل ومنعدم، ليس هناك من أساس قانوني. طيب إذا كان ليس هناك أساس قانوني، طب الاعترافات المنتزعة من معتقلي الرأي وأيضا النشطاء وحتى المواطنين السلميين، هذه الانتزاع من الاعترافات مؤطرة بإطار قانوني، وهل يؤخذ بها في المحاكم الجنائية سواء المحلية أو الدولية؟ لا، بالتأكيد انتزاعات الاعترافات هي باطلة، هي إجراء باطل تبطل في ذاتها ويبطل كل ما يترتب عليها من إجراءات ابتنت عليها، لأن القاعدة الإجرائية الأصولية الأساسية المعمول بها في كل القوانين الإجرائية بالعالم لا يبنى على باطل. فالأساس أنه هذه الاعترافات لا يعول عليها، حتى أيضا تبقى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب أو المناهضة التعذيب والمعاملة الحتى للكرامة تبطل كل هذه الاعترافات سواء وقعت على متهم أو حتى على شاهد. طيب السلطة الخليفية تحاول وضع الانتربول في دائرة المساعدة لجلب شخصيات ومعارضة من الخارج، هل ينجحون في ذلك المسعى؟ لا سيما أن هناك ربما مساعدات من جهات خليجية بهذا الإطار. هذا السؤال هو سؤال مفصلي وجوهري وركن أساسي، والإجابة عليه ومواجهة ما تفعله تلك السلطات وعموم السلطات الخليجية بمساعدة الانتربول هو أساسي أيضا. للأسف نحن بالمنطقة العربية نقصر في حق أنفسنا في استخدام كيفية المواجهة القانونية الفعالة والقضايا على المستوى الإقليمي والدولي. يعني النظام الأساسي للإنتربول الدولي يجيز للملاحق بموجب نشرة حمراء، أي نشرة للقبض عليه، إذا ما كان هذا الشخص لم يتمتع بمحاكمة عادلة ولم تتوفر له ضمانات حق الدفاع المكفولة له قانونا على المستوى القانون الدولي، فإنه يجيز له أن يتقدم بطلب إبطال النشرة الحمراء، وإذا ما تثبتت إدارة الإنتربول الدولي من أنه لم يحصل على تلك المحاكمة أو أهدرت ضمانات حق دفاعه، فإن عليها وجوبا وفقا لنظام الانتربول الدولي أن تلغي هذه النشرة الحمراء وأن تبطل النشرة الحمراء الصادرة عن الدولة. أيضا إذا ما ثبت بنفس الميزان، إذا ما ثبت لسلطات الانتربول الدولي وفقا لنظامها الأساسي أن المحاكمة التي
يلاحق بها الناشط الحقوقي أو السياسي أو ما إلى ذلك أنها تخفي سببا سياسيا أو مذهبيا أو عقائديا أو غيره فإنها تبطل الملاحقة. للأسف نحن من نقصر في حق أنفسنا في استخدام تلك القدرات التي يوفرها النظام الأساسي. طيب الانتربول. الانتربول يعتمد على تقارير محلية أم تقارير دولية المثنان معا؟ لا بالتأكيد الانتربول آلية عمله هي إبلاغ الانتربول المحلي لكل دولة عضو بالانتربول مكتب اتصال مع الانتربول الدولي. هذا المكتب المحلي التابع لأي دولة بيبلغ يقوم بإبلاغ الانتربول الدولي بموجب أحكام صادرة على هذا الشخص. طيب إذا كان الانتربول المحلي مسيسا لجهة هي ضاغطة وداعمة وتمارس آلة القمع ضد الشعب، كيف يؤخذ بهذه التقارير وربما حتى هناك تشكيك لتلك الجهة؟ ما أريد أن أقوله أن المطارد والملاحق بمذكرة الانتربول الدولي يستطيع أن يتقدم مباشرة إلى إدارة الانتربول الدولي بما قلته بما داخل يفيد. البحرين أم خارج لا 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 خارج البحرين خارج إدارة الانتربول الدولي في فرنسا بالتأكيد شايف عزيزي. فإذا ما تقدم بذلك بموجب طلبات رسمية عبر محام فرنسي أو بلجيكي أو أوروبي حسب ما يسمح القانون فإن الانتربول الدولي يصبح ملزما بفحص شكواه، فإن رفض شكواه المحقة فيستطيع هذا المطارد أن يقاضي الانتربول الدولي أمام المحاكم الفرنسية أو أمام المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان. هذا الأمر نحن لم نطرقه حتى الآن، يجب أن يطرقه العرب الملاحقون بمثل هذه المذكرات الباطلة. طيب حسب التقارير الواردة هناك توثيق للقمع والتعسف والاعتقالات في البحرين، والجهة الآخرة السلطات الخليفية لا تملك هذه الوثائق. طيب هنا أمام مفصلين الانتربول أو مجلس الأمن وغيرها من الأطراف الدولية، هل ستكون أمام اختبار حقيقي للأخذ بإحدى الرأيين، لا سيما أن شباب الثورة المعارضة يملكون أدلة ووثائق دامغة ضد السلطات الخليفية؟ يجب أن يتخذ قادة المعارضة قرارا سليما ومحقا بترقية المواجهة القانونية من مجرد مستوى التوثيق الحقوقي وإشهار وإعلان هذه المخالفات والارتكابات والانتهاكات إلى مستوى التقاضي الدولي. يجب أن يتخذ قرار استراتيجي بهذا المجال. إذا ما تم اتخاذ هذا القرار فسيتم الضغط عبر مجلس حقوق الإنسان تبع الأمم المتحدة وغيره من الجهات التابعة وأيضا الدول الداعمة والجهات والأحزاب وغيره والقوى السياسية الداعمة لحراك الشعب البحريني وغيره من الشعوب المضطهدة بالمنطقة لإحالة هذا الأمر إلى مجلس الأمن. هنا يستطيع مجلس الأمن أن يأمر بإحالة هذا الموضوع كل المحكمة الجنائية الدولية، ويستطيع الناشطون الحقوقيون وغيرهم أو غيرهم من البحرينيين أصحاب الصفة وأصحاب المصلحة حسب القانون. لا يجوز لشخص أن يدعي جنائيا دوليا بغير صفة أو مصلحة قانونية معتبرة. يستطيع هؤلاء أن يتقدموا بدعاوى جنائية دولية أمام محاكم أوروبية تمد الاختصاص الجنائي لقضائها بنظر دعاوى لم ترتكب على أراضيها ولم ترتكب على أحد مواطنيها ولا من أحد مواطنيها في إطار نظرية عالمية النص الجنائي. هنا الدول الأوروبية بتمد اختصاصها لنظر جرائم الجنائية الكبرى شايف. فيستطيع إذا ما كان هناك قرار هؤلاء أن يتقدموا بتلك الدعاوى أن يمارسوا ضغط، ونحن يعني حاضرون لمساعدة كل من يرغب، مجموعة محامين من القانونيين المتخصصين. طيب ألا 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 يمكن الإفادة من قانونية النص وتدويل النص من خلال التقارير الدولية، منها منظمة هيومان رايتس ووتش أدانت حملات التعسف ومعتقلي الرأي في البحرين، ألا يعد ذلك دليل دولي على إدانة السلطة هناك؟ بالطبع أحسنت. هذه التقارير الموجودة لدى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش والمنظمات المحلية الأخرى داخل البحرين وخارج البحرين المعنية بمتابعة هذا الأمر، هذه المنظمات لديها تقارير موثقة تصلح دليل أو منشأ دليل ممكن استخدامه أمام الجهات والمحاكم المتخصصة جنائيا دوليا لملاحقة تلك الأفعال. طيب استخدام رصاص الشوزن والأسلحة المحرمة دوليا وأيضا الغازات السامة ضد المتظاهرين السلميين تحت أي إطار
تتذرع السلطات الخليفية في استخدام هذه الآلة، وبالمقابل هناك ربما دعم من ما يسمى بدول مجلس التعاون الخليجي بقوات درع الجزيرة وغيرها من الميليشيات التي تدخل من خارج البحرين وتقمع الشعب البحريني. شوف، يعني إذا بحثنا عن سلطان قانوني أو أساس قانوني لما تقوم به السلطات فسنعجز كثيرا. ليس يعنينا، لأنه ليس هناك من أساس قانوني صالح يستطيع هؤلاء أن يبرروا به ما يفعلون. طيب لماذا يستخدم الشوزن والدولي المجتمع الدولي يتفرج؟ المجتمع الدولي يتفرج دولياً. جميل. إذا نوصف هذا الفعل كجريمة من جرائم الحرب وجريمة من جرائم ضد الإنسانية، وهذه جريمة من جرائم الجنائية الكبرى، ويختص بنظرها القضاء الجنائي الدولي سواء في المحكمة الجنائية الدولي أو الدولية أو أي محاكم كما قلت محاكم أوروبية، ونضغط من هذا الاتجاه، ولكن لا نبحث عن أساس قانوني. الآن أساس قانوني مرسوم به لأنه لا يوجد أساس قانوني. نقول أن الدول مجلس التعاون الخليجي تؤيد ذلك، تساند ذلك، المجتمع الدولي لا يلاحق تلك الأمور. المجتمع الدولي من صالحه أن تستمر تلك العروش التي تشعل النار في هذه المنطقة صباح مساء، والمجتمع الدولي المتمثل في أمريكا والغرب يعني من صالح تأجيج هذه الصراعات المذهبية والدينية والسياسية في المنطقة لصالح إسرائيل، وأيضا لصالح بيع السلاح وإمداد خزائن هذا الغرب بالأموال الذين يحتاجونها لإدارة عجل الاقتصاد. لكن ربما هناك يتخذون من الذريعة الطائفية على أساس أن الطائفية هي الحاكم فيما يحصل في البحرين، هل هذه الذريعة ترقى إلى مستوى القمع؟ بالعكس، الطائفية لا تحكم في البحرين، وهذا أدعى إلى كسر عنف السلطة. إذا ما كانت السلطة تنحو إلى المنح الطائفي فإن المذهب أتباع المذهب الجعفري في البحرين هم الغالبية، وبالتالي من حقهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، هذا من ناحية السياسية أمر محسوم. الذي أريد أن أقوله هنا، نعول على مجرد رفع الصوت وعلى مجرد توثيق الحقوق. يجب أن يتطور الصراع القانوني في المنطقة من مرتبة مجرد التوثيق الحقوقي ورفع الصوت والصراخ والضجيج إلى الهجوم عبر استخدام التقاضي الجنائي الدولي بكل السبل، وعبر التدخل لدى الانتربول الدولي بشكاوى موثقة ومؤيدة تفيد أن تلك النشرات الحمراء بالقبض على ناشطين وحقوقيين وسياسيين وقادة رأي وغيرهم هي ذات بعد سياسي، ولم يتحقق للملاحق بموجب هذه النشرات أي محاكمة عادلة، وحرم من ضمانات حقوق دفاعه المكفولة، وهي بالمناسبة حقوق لصيقة بشخص الإنسان. إذا ما ثبت ذلك وفقا للنظام الأساسي للإنتربول الدولي، يجب على الإنتربول الدولي إزالة النشر الحرام. ربما هناك مخاوف من سقوط هذه الدعوة بالتقادم، هل تسقط الدعوة بالتقادم؟ لا، دعوة التعذيب ودعوة الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون الدولي الإنساني. ما بنتكلم عن القانون البحريني لأنه خارج نطاق يعني لن تستطيع أن تقاضي الدولة بموجب قضاء الدولة في ظل هذا الوضع، فيجب أن نتجه إلى القضاء الدولي بكل السبل، وهناك سبل عديدة وناجعة ودقيقة ممكن اللجوء إليها. ومجرد إسقاط نشرات الإنتربول بما أقوله لك هو عامل حاسم جدا في تحرير كل قادة الرأي الذين هم غير قادرين على التحرك في أوروبا أو في غير أوروبا بسبب هذه النشرات. طيب، فهو من كلامك أنا أفهم أن القضاء البحريني لا شرعية له، فلذلك يصدر هذه الأحكام الجنائية الدولية إذا كانت لا تتحرك، إذا وجدت أن هناك قضاء في دولة ما يمارس التعسف داخل القضاء، الجنائية الدولية تتحرك بموجب شكوى وممكن تتحرك طوعا، المدعي العام يتحرك طوعا إذا ما كانت الدولة المعنية عضوا في الجمعية. في 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 المؤشر السياسي ربما يدخل في الجنائية الدولية، هناك ضغوط سياسية لا سيما أن الأطراف الدولية اليوم باتت هي المحرك واللاعب الرئيس في مفصلات ما يحدث في المنطقة، ربما هناك ضغوط سياسية تمارس على محكمة الجنايات أو حتى على الانتربول.
لا شك الضغوط السياسية التي تمارس على المحكمة الجنائية الدولية قائمة وموجودة، ولكن ذلك لا يجب أن يمنعنا من طرق هذا الباب وغيره من الأبواب حتى إقامة الحجة وحتى النفاذ من هذا الجدار الصلب. هذا واحد. موضوع الانتربول، نعم هناك تأثير سلبي على إدارة الانتربول لملاحقة الناشطين، ولكن في موضوع الانتربول موضوع مختلف عن الجنائية الدولية، لأن الانتربول مرة أخرى موجود بفرنسا، إدارة ورئاسة هذا الانتربول بفرنسا. إذا ما تقدمت أنت كملاحق عبر محام لك بفرنسا أو بأوروبا ضد النشر الحمراء التي تلاحق بموجبها، ورفضت إدارة الانتربول إزالة النشرة وفقا لنظامها الأساسي، فإن ذلك يقيم اختصاصا للقضاء الفرنسي بنظر هذه الدعوة، وبذلك تكون تحررت أنت كملاحق من وجوب اللجوء إلى القضاء البحريني لإلغاء هذه النشرة. هذا واحد. اثنين، إذا لم تستجب إدارة الانتربول الفرنسي الدولة في فرنسا، فإن ذلك يتيح لك كما قلت اللجوء للقضاء الفرنسي ثم للقضاء الأوروبي، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا فتح كبير. وأنا أقول لك هذه المسألة موثوق منها بدرجة 100%، لأنها هناك نص واحد واحد يساوي اثنين، وهذا في المحصلة يصل إلى انتصار الثورة في البحرين والمطالب السلمية. أنا أشكرك دكتور ياسر الشرلي المحامي الجنائي الدولي من مصر، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم سادتي الكرام على حسن المتابعة. أنتقل لك زينب، لأن إرادة الشعوب أقوى من الطغاة، لك الكلمة زينب. حيث يكون 14 فبراير تأتلف القلوب وتنبض ثورة اللؤلؤ. موعدنا معكم في بث موحد لقنوات تتضامن مع شعب البحرين. في الذكرى 5 لانطلاق ثورته، 14 فبراير، الثورة مستمرة. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الخزاعي زميلي في قناة المسار الأولى. شددت المعارضة البحرينية وشدد قادة المعارضة البحرينية على ثبات الشعب في حركه السلمي المطلبي حتى تحقيق التحول نحو الديمقراطية، وفي تغريدات حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا على ثباتهم في هذا النهج السلمي وفي ثورة 14 فبراير حتى النصر. نتابع. مرور 5 سنوات على ثورة 14 فبراير لم يثني الشعب عن مواصلة الحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة. هذا أبرز ما أكدت عليه قيادات المعارضة في الذكرى 5 للثورة. نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الداهي اعتبر أن تجربة السنوات 5 من الحراك ساهمت في نمو الوعي السياسي لدى شعب البحرين، وأكدت تقدمه وتصدره الحضاري وحقه في أن ينال حريته وكل حقوقه المشروعة. واستذكر الشيخ حسين الداهي سماحة الشيخ علي سلمان، مؤكدا أن الشعب يجدد معه العهد في الذكرى 5 لانطلاقة الثورة. المساعد السياسي للأمين العام للوفاق خليل المرزوق لفت إلى أن محاولة تيئيس الشعب فاشلة، فشعب يطالب بحقوقه الإنسانية الأساسية بكل سلمية يستحق أن تنحني له الرؤوس إجلالا. رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبد الجليل خليل ركز على أهمية البدء بالحوار الجاد والإفراج عن سجناء الرأي للخروج من الأزمة. رئيس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم أكد أن شعب البحرين قدم النموذج الحضاري والسلمي لتحقيق مطالبه. أما النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة علي الأسود شدد على أحقية شعب البحرين بنظام سياسي تسوده العدالة الاجتماعية وتطبق فيه الديمقراطية. النائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية المعارضة محمد جميل الجمري حيا شعب البحرين الذي لم يتراجع عن مطالبه. عضو الدائرة السياسية في جمعية الوفاق
سيد أحمد العلوي أشار إلى أن هذا الشعب لا يستطيع أحد أن يساوم أو يفاوض عليه أو يفرط فيه أبدا. عضو كتلة الوفاق البلدية عبد الغني عبد العزيز أوضح أن محاولات وصف الحراك السلمي بالطائفي باءت بالفشل. بدوره الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد رضي الموسوي شدد على أهمية الحوار للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما عضو اللجنة المركزية لجمعية وعد فريدة غلام قالت أن الشعب البحريني طالب في حراكه السلمي الحضاري بمضامين الحياة الديمقراطية التي بشر بها ميثاق العمل الوطني لأيام جميلة لم نعشها بعد. رئيس اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد يوسف الخاجة شدد على استمرار الحراك السلمي مهما طال ومهما عظمت التضحيات. النشطاء أيضا كانت مواقف لهم في هذا اليوم شددت على أن الطوفان الشعبي المطالب بالمطالب الإنسانية والديمقراطية في البحرين لن يهدأ أو يتراجع وأن الثورة ستستمر حتى النصر. ومن قناة المسار الأولى إلى قناة النعيم حيث نناقش في هذا اليوم في يوم 14 من فبراير الدور القيادي الذي لعبه علماء البحرين في الحفاظ على وطنية وسلمية الحراك الشعبي السلمي. ومن قناة النعيم ينضم إلينا الزميل منتظر الخفاجي. أهلا وسهلا بك منتظر في 14 فبراير البحرين. أهلا وسهلا بك زميلتي زينب، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا اليوم المبارك وهو يوم تسليط الضوء على هذه الذكرى، ذكرى 14 من فبراير وهذا الحراك السلمي الذي سمي بامتياز عالمي حول كل التفاصيل التي حدثت في هذا البلد الكبير. معي في هذه الفترة ينضم من بيروت كل من الشيخ ماهر مزهر إمام مسجد الوحدة الإسلامية. مرحبا بك يا شيخنا الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. يعني بداية إذا أردنا نسلط الضوء على بعض المفاصل المهمة في هذا الحراك الشعبي السلمي، يعني ممكن أن نتطرق إلى موضوع تقرير بسيوني تقريبا بالبداية، وبعد ذلك نتطرق إلى أهمية الدور القيادي الذي لعبه علماء البحرين في المحافظة على سلمية ووفاق هذه التظاهرات. يعني تقرير بسيوني الذي اعتمده الملك شخصيا يقول أن الحراك في البحرين يعني حراكا وطنيا، وبالمقابل تصر الحكومة بصورة عامة بكل أجزائها على أن هذا الحراك هو طبيعة معينة للطائفية وكذلك يحمل أجندات خارجية، ويعني يثقف له بأنه خيانة عظمى من قبل هذه الحركات وهذه المظاهرات. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. دعني يعني أجيب على السؤال الأخير، ولكن قبل الإجابة أتمنى في هذا اليوم وللأسف يعني عندما نتحدث عن السجون في دولنا العربية وللأسف يعني دعني نسأل الله تعالى في هذا اليوم أن يحرر الشيخ علي وإخوانه الأبرياء الذين دخلوا السجون ظلما وعدوانا. هذه الثورة المباركة، هذا الربيع العربي، أنا قبل سنة تقريبا سميت هذا الحراك الربيع العربي الحقيقي، الربيع العربي السلمي الحقيقي، رغم كل ما قيل عن هذه الثورة أنها صناعة خارجية وأنها صناعة بعض الدول وأنها ثورة مذهبية. نحن نظرنا وننظر في كل يوم ونرى في كل يوم ونسمع في كل يوم عن بعض الحراك الخارج الذي يدعى من الخارج، كيف تراك الدماء وكيف يقتل الأبرياء. في ثورة البحرين في هذا الربيع العربي المبارك، هذه الثورة السلمية والتي قادها العلماء بحكمة وبكل حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم، حيث رفعوا الشعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا شعار الثورة الذي حصل في البحرين، شعار يوحد وليس شعارا مذهبيا. طيب. عندما رفع الشيخ علي وأخوانه هذا الشعار في البحرين هم يرفعون شعار الله سبحانه وتعالى، هذا الشعار سيبقى، هذه الثورة ستبقى لأنها رفعت هذا الشعار.
نحن ندرك تماما أن ما تقوم به الحكومة وما تصوب عليه الحكومة من خلال هذه الثورة وكيف تطلق الرصاص على هذه الثورة بأنها مذهبية، نحن ندرك تماما وسمعنا وسمع الجميع كيف أن المعتقلين الأوائل لهذه الثورة هم كانوا من أهل السنة وليس من أي مذهب آخر. لذلك هذه ثورة ليست مذهبية ولا طائفية، إنها ثورة محقة قادها العلماء، وستبقى وستنتصر هذه الثورة، لأن الثورة السلمية التي يقودها العلماء رافعين شعار الله سبحانه وتعالى الوحدة 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 ستبقى وستنتصر. طيب يعني هذا يعني هناك تمييز وكذلك تناقض في الرؤى، يعني التقرير يؤكد على قضية مهمة جدا، تقرير بسيوني، يعني أنه من حق الشعوب أن تطالب بكل امتيازاتها وكل ما تريده من أجل أن تكون في طبقة معينة وفي معيشة معينة، لكن التقرير يؤكد أن للشعب البحريني الأولوية وكذلك يعني الدستورية في قضية التظاهر. بالمقابل يتهم كل هؤلاء الذين يتظاهرون بشيوخهم وعلمائهم وقادتهم بأنهم خونة، بالمقابل هناك تمييز بهذا الأمر، كيف نعلق على هذا الأمر؟ طبعا لأنها ثورة محقة وثورة سلمية يصوب دائما عليها من الداخل والخارج، وللأسف يعني عندما تصنف هذه الثورة بأنها مذهبية وأنها طائفية وأنها ثورة تدعم من الخارج، هم يعني من يصنفها كذلك ليس عنده حجة سوى التصويب على المذهبية. وللأسف يعني عندما نريد دائما أن نجعل الشارع الخارجي الشارع العربي والشارع الإسلامي يؤجج، نصوب دائما على المذهبية، يعني ليس عندهم ما يقولونه أن هذه الثورة محقة وأن هذه المطالب محقة. نحن ندرك تماما ونحن قرأنا وشاهدنا حتى الآن مطالب الشعب البحريني، مطالب هذه الثورة هذا الربيع، أنها تطالب بأبسط مقومات الحياة كما يقال، ولا هي لا تطالب بإزالة النظام ولا تطالب بإزالة الملك ولا ما شابه ذلك. لذلك يصوب دائما عليها بحجج واهية، هذه الحجج باتت معروفة في شارعنا العربي والإسلامي، أنه عندما يراد أن يصوب على ثورة سلمية محقة تطلق وتصوب عليها الشعارات المذهبية. وللأسف طيب يعني ابقى معي الشيخ حسين أو الشيخ ماهر مزهر، أنتقل بالسؤال وكذلك بالترحيب إلى السيد مجيد المشعر رئيس مجلس العلماء البحريني. مرحبا بك سيد الكريم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يعني هذا الحراك وهذا التقدم وهذه المظاهرات التي وصفت في كل العالم بأنها سلمية، بالمقابل الحكومة البحرينية تتعامل معها بأنها عدوانية وكذلك طائفية، واتهموا الجميع بأنهم خونة. بالمقابل تقرير بسيون اتهم ملك البحرين بجرائم حرب ضد الشعب البحريني. مقابل هذا التقرير أين المجتمع الدولي تحديدا؟ يعني المجتمع الدولي له رؤية وكذلك موقف يجب أن يكون في هذه المناطق تحديدا، في المنطقة العربية. البحرين منطقة مهمة جدا ولها الكثير من التفاصيل والنفوذ والحركات. تعامل المجتمع الدولي مع هذا التقرير لم يكن جديا، ما هي يعني الأسباب تحديدا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على المجتمع الدولي، ومع الأسف الشديد يعني اتضح ومن خلال عدة مواقع وتجارب أنه يتبع مصالحه الخاصة والضيقة ولا يعني يستجيب إلى مطالب الشعوب والشعارات التي يرفعها عن الدفاع عن حقوق الإنسان. في عدة مواضع اتضحت شعارات هذا المجتمع، في البحرين مثلا ثورة شعبية سلمية رفعت شعارات ومطالب عادلة، نجد أن المجتمع الدولي ومع الأسف الشديد لم ينصف هذه الثورة ولم يساند مطالبها، بل على العكس نجد أنه يدعم النظام في قمعه لهذه الثورة. فهذه الثورة وقعت مظلومة من قبل النظام داخل ومن قبل الخارج مع الأسف الشديد. فبدل أن النظام أن يتعامل مع سلمية هذه الثورة
بالإنصات والاستماع إلى مطالبها العادلة لم نجد منه إلا استعمال القمع واستدعاء القوات الخارجية لقمعها، وكذلك اعتقال رموزها وشبابها وكل ما يعني ممارسات التنكيل والقمع بهذه الثورة وبمطالبها العادلة. ومن جهة أخرى المجتمع الدولي كذلك يعني لم يلتفت ولم يدعم ولم يساند مطالب هذا الشعب. فهذه الثورة مع ما قدمته من نموذج راق في السلمية إلا أنها وقعت مظلومة ومنتهكة حقوقها من قبل الداخل والخارج مع الأسف الشديد. طيب يعني سيدنا الكريم، مع كل هذه الانتهاكات وكل هذه التجاوزات على هذا الشعب المظلوم، يعني لماذا يصر النظام والملك على رأس هذا النظام بانتهاك الحقوق، وخصوصا أن هناك يعني تسليط الضوء على هذه المنطقة تحديدا باعتبار المنطقة العربية اليوم تعيش أزمات كثيرة، من ضمنها يعني أزمات الربيع العربي، أزمة اليمن، الأزمات المتلاحقة في سوريا والعراق. يعني كيف ممكن أن نسلط الضوء على هذا الموضوع، وما هو المطلوب بالضبط من أجل أن ننهض بهذه الثورات ويعني أن تأخذ مساحتها ودورها في المجتمع البحريني؟ السلطة في البحرين والنظام في البحرين يريد أن يعطي درسا للشعب بضرورة أن يبقى ساكتا قانعا وأن لا يفكر في أن يطالب بحقوقه. يعني في الحقيقة هناك منظومة فكرية تحكم النظام، وهي منظومة الاستبداد والاستفراد، ولا يريد لهذه المنظومة أن تصاب بأي خلل أو أن يكون للشعب أي دور في ممارسة دورة في الحياة. وفي المقابل الشعب كذلك يصر ويؤكد على ضرورة أن يكون له دور في تقرير مصيره وفي انتخاب حكومته وانتخاب البرلمان كامل الصلاحيات. فنحن في الحقيقة أمام صراع للإرادات بين الشعب والحكومة والسلطة. السلطة تريد أن تثبت أن النظام الصالح للمنطقة وللبحرين هو نظام الاستفراد والاستئتاد السلطة، والشعب من جهة أخرى ومن خلال إصراره وصموده لخمس سنوات متوالية وهو كذلك مستعد للبقاء صامدا لخمس سنوات أخرى، وذلك من أجل الإثبات للنظام بأنه لا يمكن أن يبقى ثابتا وصامدا ولا يمكن أن يقبل بثقافة الاستعباد وتضيع الحقوق، وأنه لا بد وأن يكرس أو يؤسس لفكرة مشاركة الشعوب في تقرير مصيرها وفي إدارة نظامها السياسي واختيار حكومتها واختيار البرلمان الذي يمثلها. فنحن أمام صراع إرادات وأمام في الحقيقة صراع ثقافات قبل بالتأكيد. أن يكون صراع على موقع هنا أو موقع هناك. السلطة تريد كما ذكرنا أن تهيمن على كل شيء في البلد، والشعب يريد أن يخترق جدار هذا الجدار السميك ويثبت أن الشعب لابد أن يكون له دور في إدارة شؤونه وإدارة إمكانيات وطنه وخيرات وطنه، وأن يكون شريكا على المستوى السياسي والاقتصادي وغيرها من المجالات. وفي نفس الوقت يتحمل الأعباء بعد ذلك، بعد أن يكون شريكا يكون عنصرا أساسيا وجزءا أساسيا في هذا في بلده، حينئذ يكون مؤثرا. سيد الكريم، سيد مجيد، يعني معذرة أنا محدد بوقت والوقت جدا ضيق، ابقى معي سيد مجيد المشعل. يعني أنتقل بسؤالي إلى الشيخ ماهر مزهر. يعني تميزت هذه الانتفاضة وهذه التظاهرات في البحرين بقياداتها العلمائية في المسيرات والتجمعات وعموم هذا الحراك السياسي.
يعني أنتم من خارج البحرين، كيف تقيمون هذا الحراك وكيف تقرؤون هذه المستجدات على الساحة الحراكية من يعني من دور العلماء البحرين في هذه الانتفاضة؟ طبعا أخي الكريم، على مدى العصور عندما ننظر إلى الثورات التي قامت والتي كان على رأسها العلماء منذ يعني الثورة الجزائرية الشيخ عبد القادر الجزائري، إلى الثورة الليبية الشيخ عمر المختار، إلى الثورة الفلسطينية الشيخ ياسين، إلى الشيخ السيد الخميني، كل هذه الثورات التي قام بها العلماء انتصرت وصبرت كما علمنا الإسلام وكما يعلمنا الإسلام ويعلمنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك نحن ننظر إلى ثورة البحرين التي قام بها العلماء أنها ستنتصر، أنها ثورة محقة أولا وأنها سلمية. ونؤكد عندما يعني سمعت قبل قليل موضوع المجتمع الدولي، المجتمع الدولي أخي الكريم هو مجتمع أعور حتى الآن، وللأسف يعني ينظر إلى سوريا وإلى القتل في سوريا في كل يوم، ينظر إلى هذه إلى ثورة يقال أنها ثورة سورية وثورة محقة. أما في البحرين الثورة السلمية والتي حتى الآن لم يلقى حجر على القوات الأمنية لا ينظر إليها أنها ثورة محقة. نحن في الخارج ننظر إلى ثورة العلماء في البحرين، إلى ثورة المجاهدين والمستضعفين، أنها ثورة محقة وستنتصر بإذن الله عز وجل، وما النصر إلا صبر ساعة كما يقال. في هذا اليوم أدعو الله عز وجل وأتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأتوجه بالدعاء إلى أخواننا في البحرين أن يصبروا، لأن النصر آت، نصر النصر فيما يخص كما يقال وكما ننظر فيما يخص مصلحة الشعب البحريني ومصلحة البحرين كما تطالب وتطلب هذه الثورة المحقة. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا الشيخ ماهر مزهر أمام مسجد الوحدة الإسلامية، شكرا لك وشكرا لهذه المداخلة الكريمة. سيد مجيد، يعني بالمقابل تبرز السلطات في إعلامها ومنابرها ضد قضية معينة، أن العمامة يجب أن لا تحكم وأن لا تدخل في السلطة الحاكمة أو مؤسسات الدولة بصورة عامة، وتحرك إلى الكثير من التفاصيل وتضرب المجتمع الكريم الموجود حاليا في البحرين بكلا مذهبيه، يعني الطائفتين الكريمتين، يعني تشنع على الحراك السلمي وتجرم الاحتجاجات كذلك. بالمقابل يعني ما هو المطلوب من الجهات الأخرى في المجتمع البحريني من أجل أن تقف في وجه هذه الحركات وهذه المؤامرات من قبل الحكومة البحرينية تجاه هذا الشعب، باعتبار أن الشعب له الكثير من الأواصر والكثير من التفاصيل المهمة يعني متداخل فيما بينهم؟ كيف نتعامل وكيف تنظرون بصورة عامة إلى هذا الموضوع؟ قضية التعامل شيء مهم، وقضية النظر الأولية وكذلك تقييم هذا المجتمع كذلك شيء مهم. نعم، شعب البحرين كان ومنذ القدم شعب متآلف، شعب متحاب، لم يعرف الطائفية ولا العداوات فيما بينه أبدا، ولكن السياسة هي التي تريد أن تجير هذه المصطلحات وتستفيد منها من أجل ضرب تطلعات الشعب وطموحه. وعلماء الدين عندما تقدموا في المطالبة في هذه الثورة في الحقيقة هم كباقي أبناء الشعب ويتحملون المسؤولية كما يتحملها غيرهم، وشاركوا في هذه المسيرات وفي هذه الثورة كما شارك غيرهم من الأطباء والمهندسين والمدرسين والحقوقيين وعموم الناس، فجميع فئات الشعب شاركوا في هذه الثورة ويعني ساهموا في المطالبة بحقوق هذا الشعب وتحملوا واحتضنوا هذه المطالب. فالعلماء هم عنصر مهم من عناصر المجتمع، وعليهم دور الإرشاد والتوجيه، ولا فرق بين العالم وغيره في أداء هذا الدور، وإنما نقيم أدوار مختلف الفئات من خلال ما يقدمه. هل ما يقدمه هو منطقي وفي ضوء المقاييس العقلائية والشرعية، أم هي مطالب وممارسات
غير معقولة وخارجة عن أطر القانون وخارجة عن أطر الشرعية. فنحن لا يصح أن نرفض يعني فئة معينة من أن تتدخل في الشؤون السياسية أو في شؤون المطالبة بحقوق الشعب. مثل العالم كمثل باقي الفئات، كمثل المدرس، كمثل الطبيب، كمثل المهندس، كمثل باقي الفئات، وجميعهم عليهم مسؤولية مساندة الشعب ودعمه واحتضان مطالبه والدفاع عنها. وسوف يبقى هذا الشعب بكل فئاته وبكل مكوناته شيعة وسنة على قلب واحد، ولن تؤثر إن شاء الله هذه النعرات السياسية بإذن الله في نعم تفتيت هذا. كذلك نحن نتمنى سيدنا الكريم سيد مجيد المشعل، نتمنى كذلك أن تكون يعني هذه هذا الحراك له استمرارية وكذلك فعالية في المستقبل القريب إلى وصولنا إلى النصر بإذن الله. أنا أشكرك شكر جزيل السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلماء البحريني، وكذلك الشكر موصول لكل متابعينا في هذه الفترة. ابقوا معنا بعد قليل. حيث يكون الرابع عشر من فبراير تأتلف القلوب وتنبض ثورة اللؤلؤ. موعدنا معكم في بث موحد لقنوات تتضامن مع شعب البحرين. في الذكرى الخامسة لانطلاق ثورته، الرابع عشر من فبراير، الثورة مستمرة. شكرا للزميل من قناة النعيم. وننتقل الآن إلى هذا التقرير الذي يعرض ما رسمته خمس جمعيات سياسية معارضة في البحرين في تحديدا في أكتوبر عام 2011 عندما رسمت رؤيتها للطريق وتحديدا طريق الحل في البلاد وأدرجتها في وثيقة المنامة، وثيقة لا تزال المعارضة تلتزم بمبادئها حتى اليوم رغم تشديد القبضة الأمنية ومحاولة السلطات البحرينية حرف الثورة عن مسارها السلمي. نتابع. البحث عن طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية لا يزال مستمرا منذ اندلاع شرارة ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011 حتى يومنا هذا. وأمام تجني السلطة وتقولها على لسان المعارضة واتهامها في أهدافها السياسية، جاء قرار تدوين مطالب القوى المعارضة الوطنية في وثيقة المنامة. صدرت الوثيقة في 12 من أكتوبر عام 2011 عن خمس جمعيات سياسية معارضة، وأريد لها أن تكون كرؤية سياسية للحل في البحرين. فما هي المبادئ التي تضمنتها؟ حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية إحدى مطالب تلك الوثيقة، على أن يكون للمجلس النيابي صلاحية مساءلة أعضائها ومنح الثقة وسحبها من الوزراء ورئيسهم. كذلك تضمنت الوثيقة مطلبا بتحقيق نظام انتخابي عادل وفق دوائر انتخابية عادلة على أساس صوت لكل مواطن، ونشوء هيئة وطنية مستقلة تتولى الأعداد والإشراف على العملية الانتخابية بعيدا عن سيطرة أجهزة السلطة التنفيذية. ومن مطالب الوثيقة أيضا سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وقيام سلطة قضائية موثوقة ومستقلة. فيما خامس المطالب حق أكثر من كونه مطلب، أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة وتقرير عقيدتها الأمنية لخدمة الوطن بدل أجهزة أمنية وعسكرية تشكل درعا للسلطة وذراعا للحكومة في معاقبة المعارضين. وبعد مضي خمس سنوات من عمر الثورة، مطالب الإصلاح التي رفعتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بقيت ذاتها، فيما حافظت السلطة أيضا على عقيدتها الأمنية. القمع اشتد
الإنفاق على التسلح احتل نسبة كبيرة من الميزانية. عدد من رموز المعارضة زجوا في السجون على خلفية اتهامات سياسية ونزاهة القضاء بعدالته الزائفة على المحك، واللائحة تطول. أما مطالب الإصلاح لدى تلك القوى المعارضة لم تلقى المصير الذي رسمته لها السلطة، ثبات دائم على السلمية تحقيقا للمطالب المشروعة. على البحرين تسلك فعلا طريقها إلى الحرية قريبا. ومن قناة النعيم إلى قناة الأفاق، حيث سنناقش رؤية دول مجلس التعاون الخليجي للحراك في البحرين وواقع مساهمة الأجهزة الأمنية حقيقة الخليجية في قمع الحراك، وأيضا رؤية المعارضة البحرينية للحل السياسي والتي تمثلت في وثيقة المنامة. هذا الحوار نخوضه مع الزميل في قناة الأفاق الزميل حسين رياض، تفضل أمن برلك. شكرا ريان، حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم في هذه التغطية المستمرة بمناسبة ذكرى ثورة 14 من فبراير البحرينية. ومعي في هذه الفترة من التغطية الأستاذ علي الأسود النائب البحريني السابق عبر خدمة السكايب. حياك الله أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا ومرحبا بشعب البحرين، هذا الشعب الأبيل الذي يطالب وبشكل سلمي وحضاري بمطالب اعترف له كل المجتمع الدولي وكل القاصي والداني بأنها مطالب. حياك الله أستاذ علي، نبدأ بسؤال جوهري، يعني ما الثمار التي قطفها البحرينيون من ثورتهم المستمرة بعد 5 سنوات؟ تفضل. يعني أعتقد أن من أهم مفاصل العمل السياسي والحراك الميداني الذي حصل في 14 من فبراير هو أهم هذه الثمار، وحدة صف المعارضة، وحدة المطالب السياسية التي نادت بها الجمعيات السياسية والتي يعني وافقت أو اتفقت عليها ضمن وثيقة. هذه الوثيقة تسمى وثيقة المنامة كما جاء في تقريركم في شرح بسيط ومختصر لها، وهذه الوثيقة تتضمن أهم الأسس والمبادئ التي يأمل شعب البحرين يبني وأن يتفق من خلال دستور عقدي على أهم ما ورد في هذه الوثيقة. طيب أستاذ علي، يعني ربما هي من النتائج الطيبة أن تبادر المعارضة بإنتاج وثيقة تعبر عن رؤية سياسية لديها فيما يتعلق بإدارة الدولة في البحرين. هل تعتقد أن السلطة في البحرين أو السلطة الخليفية تتعاطى بشكل إيجابي معها وتنظر إلى بعض النقاط المشتركة التي تريد أن تعمل عليها، لكنها تتعرض في ذات الوقت إلى ضغوط من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الإطار؟ الوثيقة أعلن عنها في أكتوبر من العام 2011، وحينما تطلع أو تقرأ هذه الوثيقة تجد بأنها مبنية على أسس هامة جدا، أيضا تناولت هذه الأسس يعني وفق المواثيق الدولية، أيضا تناولت هذه الوثيقة في مفاصل عدة النقاط السبع التي جاء بها ولي العهد البحريني في ذلك الوقت، والتي طرحت في مارس من العام 2011 وأجهز عليها بعد دخول قوة درع الجزيرة إلى البحرين. هذه النقاط السبع هي جل ما ورد في وثيقة المنامة. أعتقد أن السلطة المشكلة لدى السلطة أنها لا ترغب الآن في ملاقات المعارضة في منتصف الطريق والجلوس على طاولة حوار جاد وحقيقي من أجل التوصل إلى حل سياسي يريح البحرين ويرضي شعب البحرين. طيب تعتقد أن عدم تعاطي السلطة بشكل مرن مع المعارضة أو عدم رغبتها في ملاقات المعارضة مثل ما تقول، هل هو نابع من عدم وجود مرونة في موقف المعارضة زاء السلطة، أو ووجود تصلب في موقف المعارضة تجاه السلطة، أم أن المعارضة أصلا تبادر وتفتح أكثر من خطوط اتصال مع السلطة في سبيل إيجاد حل، لكن ذلك يجابه بالمقابل بالرفض بشكل أساس؟ يعني ما هو موقف المعارضة، هل هو صلب أم مرن تجاه السلطة في البحرين أصلا؟ خلال 5 سنوات الماضية يعني أقسم هذا الحراك السياسي إلى 3 أقسام. القسم الأول من بعد استقلال البحرين في العام 1971 حتى
تدهور العملية السياسية وإلغاء العمل بدستور 73 وبدء حقبة سوداء في تاريخ البحرين، حقبة أمن الدولة، حتى العام 2001 في مرحلة ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه أبناء شعب البحرين، توافق عليه لأجل الوصول إلى أهم ما جاء في ميثاق العمل الوطني وروح الميثاق وما تضمنته المذكرة الشارحة لميثاق العمل الوطني، بحيث يكون هناك تداول سلمي وحقيقي للسلطة في البحرين، لا أن يبقى رئيس الوزراء على رأس هذه الحكومة منذ الاستقلال وحتى الآن. المفصل الثالث هو مفصل بعد ما بعد الميثاق حتى العام 2011، وهي 10 سنوات، الفترة التي اشتركت فيها المعارضة في الحياة السياسية في البرلمان. في العام 2002 قاطعت القوى المعارضة الكبرى أو الشريحة الأكبر البرلمان، ولكن اشتركت أيضا شخصيات سياسية من جمعيات سياسية أخرى في المجلس النيابي. بعد العام 2006 في نفس الفترة 10 سنوات عملت المعارضة ومن خلال من تحت قبة البرلمان لإيجاد طرق لحل الأزمات المتراكمة والعمل على حلحلة الملفات العالقة. كان أهم هذه الملفات التمييز، التجنيس السياسي، الإقصاء والتهميش، البطالة، معالجة ملف الفقر، المعالجة الدستورية الحقيقية التي كان ينبغي أن تحدث في ذلك الوقت لنتجنب أحداث 2011، ولكن السلطة أيضا كانت لا تستمع لصوت المعارضة، وحتى وصلنا إلى المرحلة الرابعة التي نحن فيها الآن والتي قضينا منها 5 سنوات منذ 14 من فبراير في العام 2011 حتى هذا اليوم. المعارضة جادة، لديها بدائل، طرحت مشاريع. المرونة التي تتحدث عنها أخي الكريم هي مطلوبة في الحوار السياسي، لا عيب أن تكون لدى المعارضة رؤى سياسية مرنة، ولكن السلطة ليس لديها أي مبادرة حقيقية. طيب ماذا باستطاعة المعارضة سيد علي، ماذا باستطاعة المعارضة لكي تقدمه لكي تثبت أمام السلطة الخليفية بأننا نتعامل معكم بشكل مرن ولسنا متصلبين في مواقفنا؟ أنا لا أتحدث عن المرونة التي يريدها النظام أو التي تريدها السلطة. المرونة التي تريدها السلطة اليوم مطلوب منك أن تشارك في البرلمان كما يعني يتحدثون، وهذه المشاركة فقط من أجل إضفاء صبغة شرعية للوجود في داخل قبة من داخل قبة البرلمان، ولكنك لا تستطيع أن تفعل شيء. المعارضة مرونتها هي الحديث، مرونتها هي أن نطرح اليوم ما لدينا من أوراق على طاولة الحوار، وتأتي السلطة وتأتي أصحاب القرار على هذه الطاولة من أجل بحث هذه المطالب السياسية، النقاط الخمس الأساسية التي جاءت في وثيقة المنامة التي عرضها تقريركم قبل قليل. هي أهم الأمور التي من التي نحتاج أن نناقشها. لا نتحدث عن فكرة مرونة ونحن خارج طاولة الحوار، لا نتحدث عن فكرة مراحل أو فكرة تجزئة للمطالب السياسية ونحن بعيدون أصلا عن فكرة هذا النقاش من طيب ما هو بالأساس سيد علي، ما هو بالأساس يجب أن نتحدث عن مرحلة ما قبل المفاوضات، يعني قبل أن يدخل الطرفين في مفاوضات مباشرة. نتحدث عن مرحلة تمهيد ما بينهم، ماذا باستطاعة المعارضة أن تقدم في هذه المرحلة، مرحلة قبل الدخول بالمفاوضات، وماذا باستطاعة أيضا السلطة الخليفية أن تقدم للمعارضة بالمقابل؟ نعم، نسميها خطوات لبناء الثقة. تمام. هذا الأمر طرحناه أيضا مع السلطة في الفترة الماضية، ما المطلوب من السلطة أن تقوم به من أجل تهيئة أجواء الحوار؟ هي مستمرة في القمع، هي مستمرة في التهميش، هي مستمرة في حبس القيادات السياسية، تعتقل أكبر رموز المعارضة في السجن. ليس حديث المعارضة فقط، هذا الحديث المجتمع الدولي، حديث السيد بسيوني، حديث المفوض السامي لحقوق الإنسان، حديث بان كي مون، حديث حلفاء السلطة أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. هذا كل ما يأتي في حديث المجتمع الدولي. اليوم تصم السلطة آذانها ولا تسمع إلا صوتها وتكرر هي ما تريد، ظنا منها بأن شعب البحرين
سوف يتعب، سوف يعجز، سوف يتراجع، سوف لن يستطيع أن يكمل. حينما تعتقل السلطة 3000 أو 3500 شخص، خطوات بناء الثقة الحقيقية غائبة من قبل الحكم، من قبل السلطة. لا يمكن للمعارضة اليوم أن تجلس على طاولة حوار وقيادتها مغيبة في السجن. لا يمكن أن تتحاور السلطة مع من ليس لهم شأن في العملية السياسية أو بعيدون عن القرار السياسي. أنت حينما تحدثت السلطة في جنوب أفريقيا مع الجهات المعنية، تحدثت مع نيلسون مانديلا، تحدثت مع القيادات السياسية في جنوب أفريقيا للوصول إلى حل توافقي، حل سياسي. جاء بالمعارضة، جاء بمن اختلفت معهم السلطات هناك إلى طاولة الحوار، ومن طاولة الحوار إلى صناديق الاقتراع للمشاركة السياسية. السلطة في البحرين لا ترغب أساسا في أن يشترك شعب البحرين كما جاء في دستوره بأن الشعب هو مصدر السلطات، لا ترغب أن يشترك شعب البحرين في أي قرار سياسي. ونحن اليوم نواجه العديد من الأزمات، هذه الأزمات تكشف لنا وتكشف للجميع بأن السلطة تعالج هذه الملفات بشكل منفرد، لذلك هي تفشل، وسوف يستمر هذا الفشل في معالجة أهم الملفات المعيشية، الملف الاقتصادي، الملف التعليمي، الملف الاجتماعي. كل هذه الملفات بعيدا عن الملف السياسي هي تتجاهل الملف الحقوقي وتطوير الحالة الحقوقية في البحرين واحترام حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية. أيضا هذا الكلام هو كلام المجتمع الدولي، أن على البحرين أن تلتزم بما تعهدت به أمام المجتمع الدولي في احترام حقوق الإنسان. هي لا ترغب أن يكون هناك أي نقاط التقاء بينها وبين المعارضة، ولهذا عدة أسباب. طيب، إذا كانت ترغب بعدم وجود أي نقطة تلاقي ما بينها وبين المعارضة، وإذا قلت بأن ملف الاعتقالات وأيضا مسألة يعني قمع الثوار البحرينيين مستمرة ويتحدث عنها المجتمع الدولي، تعتقد اليوم المجتمع الدولي لم يكن ضاغطا حقيقيا على السلطة في البحرين بالشكل الذي يؤدي إلى عملية فتح الحوار مع المعارضة؟ لماذا برأيك إذا كان هذا الضغط غير موجود وبشكل حقيقي من قبل المجتمع الدولي على السلطة الخليفية؟ المجتمع الدولي بعيد عن المعايير الحقيقية. هناك ازدواجية في التعاطي لدى المجتمع الدولي في الملف البحريني. هناك انقسام واضح وحقيقي وجاد بين واشنطن ولندن في فكرة معالجة ملف البحرين. هناك أيضا تباين لدى عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تنظر إلى المصلحة الاقتصادية بالدرجة الأساس، وتبتعد شيئا فشيئا عن المبادئ والأسس التي بني عليها هذا المجتمع للأسف الشديد. ولكن شعب البحرين يثبت يوما بعد يوم بأن لديه من الصمود ومن القدرة على الاستمرار في الحراك السياسي السلمي الميداني، حتى بالرغم من منع هذه التظاهرات ومنع هذه المسيرات، إلا أننا لا نزال نشاهد حتى هذا اليوم العديد من التظاهرات تخرج في القرى والمناطق بشكل حضاري جدا، يرفع فيه أبناء شعب البحرين يافطات أو لوحات تطالب بالإصلاح السياسي وتطالب بأبسط الحقوق والواجبات التي على السلطة أن تنظر أو تستمع إليها من خلال هذه المطالبات. المجتمع الدولي اليوم يعالج ملف البحرين بشكل يختلف تماما عن معالجته إلى الملفات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذه المعالجة لا نعتقد نحن في المعارضة بأنها سوف تستمر على هذا النحو، وأنه سوف يأتي الوقت المناسب الذي يطرح فيه المجتمع الدولي أوراقه على طاولة الحوار في كيف يعني؟ يعني شنو ليش هذه الأماني يعني موجودة عندكم يعني؟ يعني هي ليست أماني. ليش هاي الثقة أنه اليوم اللي ممكن أن تطرح هذه الملفات على طاولة المجتمع الدولي إذا كانت اليوم المرحلة كبيرة جدا، ومرحلة الاعتقالات وعملية القمع التي يمارسها النظام على المعارضة في البحرين وصلت أوجها في هذه المرحلة؟ يعني ماذا باستطاعة المجتمع الدولي أن يقدم في المرحلة اللاحقة؟ طيب، ما السبب أيضا برأيك أنه الذي يدفع المجتمع الدولي للتعاطي مع المعارضة بشكل خجول جدا؟
نعم، الشق الأول من السؤال، لا تزال المعارضة لديها القدرة على فرض عناوين مهمة عن مسألة أو عن البحرين أمام أو على طاولة المجتمع الدولي، لذلك لا تزال أو يعني لا نزال نشهد هناك حديث بين حين وآخر. في نوفمبر كان هناك حديث من وزير الخارجية الأمريكي مع وزير خارجية البحريني في واشنطن حول أهمية الحوار والمصالحة الوطنية والدخول مع المعارضة في حوارات جادة. وأيضا في يناير الشهر الماضي كان هناك حوار أو حديث بين السيد بان كي مون ووزير خارجية البحرين حول هذا الأمر، ونحن أمام محطة هامة في جنيف نهاية هذا الشهر، وأعتقد أن الملف البحريني سوف يكون حاضرا وموجودا. الفكرة ليست في وجود الملف فقط، الفكرة في درجة الاهتمام بهذا الملف ومحاولة فتح الملف بشكل جاد وحقيقي من المجتمع الدولي. أعتقد أن تقدم الملفات الأخرى على الملف البحريني في الدول التي تشهد حروب هذا اليوم وتشهد إرهاب وتشهد عمليات إرهابية وتشهد يعني كل ما نشاهده اليوم في العراق وسوريا وفي اليمن من فظائع ومن جرائم، أعتقد أن هذه الملفات تتقدم على الملف البحريني، ولكن لا يعني ذلك بأن هناك من لا يستمع اليوم من قبل المجتمع الدولي للمعارضة أو لصوت شعب البحرين. طيب، بسؤال أخير سيد علي، يعني هناك سائل يسأل، هل الثوار البحرينيين اليوم حريصين على مسألة عدم مذهبة حراكهم؟ بمعنى هناك من يخيل للبعض أو يتصور أو يضع صورة لدى البعض بأن ما يحدث في البحرين هي عملية ثورة الغرض منها امتداد، خلق امتداد شيعي في المنطقة وفي البحرين خصوصا على حساب المذهب السني. هل حرص الثوار البحرينيون اليوم على عدم مذهبة حراكهم بهذا الاتجاه؟ تفضل. في البداية إذا لاحظنا منذ العام 2002 أيضا بالرجوع إلى مشاركة المعارضة في البرلمان والعام 2006 والعام 2010 سوف نجد أن هناك أجندة وطنية فقط لدى المعارضة. ما تطرحه المعارضة من مطالب سياسية هي مطالب كل أبناء شعب البحرين، هي لا تمذهب هذا الحراك، هي لا تعمل على يعني منهجية يمكن أن تقول عنها أنها منهجية طائفية. ما ورد في وثيقة المنامة هو الحل الذي يضمن الكرامة لكل أبناء شعب البحرين. المعاناة اليوم هي ليست فقط على أبناء الطائفة الشيعية في البلد وإنما على الجميع. حينما تفتح الملف الاقتصادي تجد أن المعاناة على جميع أبناء هذا الوطن. حينما تتحدث عن المشاركة الحقيقية السياسية في الحكم أو في السلطة أو في الحكومة تجد أن هناك أيضا تهميش للعديد من الكفاءات الوطنية التي ليست هي من أبناء الطائفة الشيعية. المشكلة في البحرين هي ليست في أن هذا الحراك هو حراك مذهبي، وإنما هي محاولة من السلطة لإقصاء كل المعارضين لها ولإبعاد كل المطالبين بالديمقراطية سواء كانوا شيعة أو سنة. شكرا جزيلا الأستاذ علي الأسود النائب البحريني السابق، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. مستمرون معكم في هذه التغطية لذكرى ثورة 14 من فبراير البحرينية. مثل الآبار، من يجرف نذق المسهمش
عكس التيار أقسمنا بجذور الأرض بعد الآثار منتصرون منتصرون لا نرضى العار أقسام إيماني بالشعب والمبدأ عهدا لقرآني والله لن نهدى أضعاف ما كنتم فلتفعلوا الأسوأ مهما عتا موج فبنصري المرفأ فبنصري المرفأ أرادوا أن يكسروا عزيمتنا إرادتنا أرادوا أن بطريقة أو بأخرى أن يذلوا هذا الشعب ولكن إرادة العزة في هذا الشعب هي التي انتصرت قدر النصر لا لن أرضى بالاستسلام لن أرفع رايات الذل بين الأيام لن أرفع إلا بحريني بين الأعلام راياتي تشمخ كالنخل ضد الظلام بعد الشهداء بعد الأسرى بعد الأعوام ليس لنا مع أهل الذل حبر وكلام سنسير على ذات الشوك رغم الآلام بصمود رجالي ونسائي أجل الأحلام حيث يكون الرابع عشر من فبراير تأتلف القلوب وتنبض ثورة اللؤلؤ. موعدنا معكم في بث موحد لقنوات تتضامن مع شعب البحرين. في الذكرى الخامسة لانطلاق ثورته الرابع عشر من فبراير الثورة مستمرة. خلال 5 سنوات من عمر ثورة الرابع عشر من فبراير استطاعت المرأة البحرينية أن تسجل اسمها في الميدان السلمي أم ومعتقلة وزوجة وإنسانة متعرضة للاعتداء من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية لتكون بالفعل نصف الثورة. نتابع وإياكم هذا المشهد لامرأة بحرينية خرجت بثوب الصلاة لتمنع منتسبي الأجهزة الأمنية من اعتقال ابنها، وهنا مسيرة بمشاركة النساء فقط، والمشاركات فيها خرجن للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية والتنديد بالاعتقالات التعسفية. وفي هذا المقطع المصور مجموعة من النساء تتعرض للاعتداء من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية. وهنا أيضا مشهد اعتداء موازن. إنها المرأة البحرينية نصف الثورة، نصف من يتعرض للقمع، ونصف من يجوب الشوارع بالمسيرات السلمية، ونصف من يطالب بالحقوق ويزج في السجون. السلطة الأمنية بمختلف أدواتها بمن فيهم منتسبي الأجهزة الأمنية لا تميز بين رجل وامرأة، وتواصل اعتماد سياساتها الأمنية مهما كلف الأمر. فالانتهاكات الحقوقية باتت عادة عندها، التنديد الدولي وشجب المنظمات الحقوقية لا يجدي نفعا
طالما لم يتحرر من لغة البيانات ليصل إلى لغة الفعل والضغط، والعين على حقوق المرأة التي تبدو مغيبة تماما في البحرين رغم الحضور الواسع في ساحات النضال السلمي. نعم، إنها نصف الثورة، من يربي الأجيال المقبلة على نهجها ويغرس بتلك التربية أسس النضال السلمي حتى تحقيق المطالب ويتحقق كذلك التغيير المنشود. ساحات النضال السلمي التي اتسعت للجميع نعبر أو نعرج عليها من الملف البحريني ومرورا أيضا بالملف الخليجي الأكبر إلى قناة أو من إلى قناة بلادي، حيث يشاركنا هذا الحوار عبر هذا البث الزميل سرمد الحيدري. أهلا وسهلا بك زميلنا سرمد. كل الشكر والتقدير لك ريان زميلتي، وشكرا لكم ومشاهدين الكرام في هذه التغطية والمتابعة المستمرة لما يحصل اليوم في البحرين. نحن في هذه التغطية متواصلون دعما لشعبنا في البحرين، وبالتالي إنها الثورة التي استعصت على محاولات الوأد والتقزيم والانحراف عن المسار، إنها الأكثر سلما والأقل عنفا، فلم يعرف المشاركون فيها سوى رفع اللافتات والأعلام والهتاف الثوري المطالب بالحقوق المشروعة. إنها اعتمدت في نضالها على الله أولا وعلى شبابها، فلم تتدخل قوات أجنبية لدعم ثوارها، بل دخلت 6 دول بكل عنجهية للقضاء عليها وفشلت. إنها ثورة شعبية وليس حزبية، إنها ثورة اعتمدت على وعي عميق يرفض الانتماء للمشروع الطائفي الذي تبنته السعودية في الجسد العربي والإعلامي وتبثه دائما. لذا فإن الانتصار حتمي لا محالة، وهو أمر واقعي وليس خيال. 5 أعوام هو عمر ثورة شعبنا البحريني الأبي. دماء شهداء الثورة ما تزال تروي أرض الحرية والإباء، وكل سجين يرزح في القيود وراء القضبان إنما هو مشروع تحرير وعنوان نهضة ومصداق صمود. أهلا بكم مشاهدين الكرام، رحبوا معي بضيفي في الاستوديو الحقوقي السيد محمد صفا، رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. أهلا بك سيد الكريم معنا في هذه التغطية. يا هلا أخي. لنبدأ من حيث اختصاصك وحضورك لجلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كيف كانت تلك الجلسات من وجهة نظركم، خصوصا فيما يتعلق بالشأن البحريني وما يتعرض له الشعب البحريني من انتهاك وتعصب؟ يعني بداية لابد أن أوجه التحية في يوم العشاق إلى عشاق الحرية والكرامة الإنسانية والتحرر إلى الشعب البحريني في نضاله البطولي منذ 5 سنوات. بالنسبة إلى مشاركتنا الدائمة في مجلس حقوق الإنسان، ونحن على أبواب الدورة 31 التي ستبدأ في 29 إشباط وتنتهي في 24 آذار، مجلس حقوق الإنسان هو أحدى المحطات يعني الحقوقية والإنسانية والنضالية التي نحاول بها نحن كمركز بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الحقوقية البحرانية النشطة والتي نوجه لها التحية أيضا، وإلى أيضا منظمات يعني عربية وعالمية، لنطرح قضية البحرين بجانبها الحقوقي والإنساني. وأستطيع القول أننا يعني لا نريد أن يعني نزرع أوهاما كثيرة حول المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، ولكن نستطيع القول أن مجلس حقوق الإنسان هو محطة مهمة جدا لإثارة يعني الانتهاكات المستمرة بحق الشعب البحريني، المعتقلين، التعذيب، الاختفاء القسري، غياب المساءلة، ودعوة وحشد يعني دولي وحقوقي لإدانة حكومة البحرين وعدم إفلاتها من العقاب. هي محطة من المحطات. نعم سيدي، ولكن يعني حسب ما علمنا أن هنالك توصيات
خرجت بها أو خرج بها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبالتالي هذه التوصيات هي 176 توصية وقعت عليها 48 دولة. هل تعتقد اليوم أن هذه التوصيات ستطبق؟ أيضا بعض المراقبين يؤكدون أن السلطة البحرينية تتملص من تطبيق هذه التوصيات. أنتم كيف تقيمون دور مجلس حقوق الإنسان وتأثيره بشكل واضح وجلي على الواقع المرير الذي يمر به الشعب البحريني؟ وأيضا هل تعتقد أن الأمم المتحدة جادة في رفع المعاناة وتحقيق العدالة للمجتمع البحريني؟ يعني أول شيء يعني خلينا نكون نتفق على شغلة، أنه مجلس حقوق الإنسان توصياته هي توصيات معنوية وليست توصيات ملزمة للدول. هلأ في توصيات عديدة من لجنة بسيوني إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل إلى البيانات الـ44 و33 اللي صدروا الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان. يعني نحن ما فينا إلا نقيم إيجابيا هذه التوصيات، أنه في هناك إدانة من المجتمع الدولي لحكومة البحرين. طبعا هذا ليس كافي رغم كل يعني المؤشرات والتوصيات والبيانات، لكن لا نعتبر أن هذا كافي، وهذا بمستوى الذي يجري في البحرين. يعني أستطيع القول أن هناك تساهل وهناك غض نظر من قبل ما؟ من قبل المجتمع الدولي على الإجرام والقمع الذي يتعرض له الشعب في البحرين. يعني أعطيك مثلا المقرر الخاص حول التعذيب يمنع أن يدخل إلى البحرين. ما هي الخطوات التي اتخذت من قبل الأمم المتحدة؟ يعني في هناك تعنت، في هناك يعني مواصلة القمع أمام المجتمع الدولي، يعني لكن يجب أن يكون هناك إدانة أكثر، يجب أن يكون هناك موقف أكثر يعني صرامة وجدية تجاه الممارسات التي تقوم بها. سيد الكريم، يعني اليوم البحرين تراجعت في مؤشر الحقوق السياسية الذي تعتمد عليه منظمة فريدم هاوس إلى جانب الحريات العامة في تصنيف حالة الحرية للدول بشكل عام، وبالتالي صنف البحرين بأنها دولة غير حرة. ما مدى مصداقية هذا الكلام من وجهة نظركم أنتم كمتابعين لحقوق الإنسان وأيضا كمجتمع دولي ربما يصم أذانه عن ما يحصل في البحرين من معاناة، من تهميش، من عدالة، من تعذيب، من ابتزاز إلى غير ذلك؟ يعني أول شيء ما بقي شيء في البحرين إلا ما تم انتهاكه. يعني رجال الدين في السجن، المعتقلين السياسيين بالألاف 3000 وشوي، التعذيب يمارس وكلنا عم نشوف صور التعذيب المرعبة، تقارير المنظمات الدولية، منظمة العفو، منظمة Human Rights Watch، اعتقال الأطفال، القُصّر، إسقاط الجنسيات 253 أو أكثر. يعني القمع في البحرين قمع شامل حتى أكثر من هيك. يعني مش بس فينا نقول أنه لم يعد هناك يعني حقوق للإنسان في البحرين، البحرين اليوم مهددة بالطرد من الأمم المتحدة. يعني منذ حوالي عدة أسابيع عندما وجه الأمين العام للأمم المتحدة إنذارا إلى حكومة البحرين بأنها لن تستطيع التصويت في الأمم المتحدة لأنها لا تسدد اشتراكها السنوي. يعني في عندك أكثر من هيك انحدار وانحطاط في الممارسات. فالبحرين دولة مارقة، يعني ليست فقط تنتهك يعني حقوق الإنسان، هي يعني في الطريق لتصبح دولة مارقة على القوانين وميثاق الأمم المتحدة. هل بينتم للرأي العام السياسة المستخدمة والتي تسمى سياسة الإخفاء القسري، وأن المدافعين عن حقوق الإنسان يحاكمون تحت طائلة الإرهاب، وأيضا ما يسمى بوحدات التحقيقات الخاصة تعمل على إخفاء الحقيقة وأيضا تدليس إلى غير ذلك؟ يعني هل كشفتم ذلك للرأي العام؟ يبدو أن هنالك ضعف في الخطاب المعارض الذي يحاول تطبيق العدالة واستحصال الحقوق. هل نتحدث بجدية أكثر حتى يعلم المشاهد يعني بالضبط
ما هي الآليات التي لربما من المفترض أن تستخدم من أجل حماية هذا الشعب الذي يرفض الانهيار ويقاوم حتى الآن؟ يعني رغم كل ما نسمعه من تقارير وتطلقه منظمات عالمية لإدانة التعذيب والإفاء القسري والممارسات التي تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ورغم التوصيات ورغم الإشارات التي يطلقها أحيانا المفوضين السامين لحقوق الإنسان حول ما يجري في البحرين، ورغم النشاط الحقوقي الذي تقوم به منظمات البحرين ونحن ومنظمات عالمية أخرى، إلا أنني يعني بكل صراحة أقول أن هذا ليس كافيا. المطلوب أن يكون الصوت أقوى، المجتمع الدولي مقصر جدا تجاه ما يجري. خمس سنوات، يعني خمس سنوات، أنا لنا أن نقول بعد خمس سنوات من القمع والتعذيب والزجر في السجون وانتهاك أبسط مبادئ حقوق الإنسان، أن نقول كفى، كفى قمعا، كفى تعذيبا. عذرا للمقاطعة سيدي أستاذ محمد لضيق الوقت، الناشطة كاتي كيرز من منظمة أمريكيون وفي ندوة في الكونغرس الأمريكي تحدثت حول القمع والانتهاك في البحرين، وقالت أن السنوات الخمس الماضية أظهرت أن حكومة الخليفة فشلت في التمسك بوعود الإصلاحات، وقد وثقت خلال عام 2013 قرابة 500 حالة انتهاك وشكوى، منها 370 من أصل 495 هي حالة تعذيب. وبالتالي هل تعتقد اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية مقصرة تجاه الشعب في البحرين؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مقصرة. ما كان يمكن أساسا أن حكومة البحرين أن تتمادى في ممارساتها في التعذيب، وخاصة ما جرى في سجن جو. لماذا تتقصد؟ هل العملية قصدية من قبل الولايات المتحدة أم هي توافق مصالح؟ توافق مصالح أساسا هذه الدول، يعني حكومة البحرين يعني ومعظم دول الخليج هي حكومات تحت الهيمنة الإمبريالية الأمريكية، هي تأتمر بأوامر أمريكا، يعني هناك مصالح، وإلا يعني ما يجري في البحرين لو كان يجري في دولة أخرى لكان الصوت أكثر عاليا، ولا يعني برغشي أحيانا تعتقل في لبنان أو في سوريا أو في بلد ولا ترى إلا الإدانات يعني من فوق ومن طالع. ما يجري في البحرين هناك تآمر، هناك صمت، هناك فضيحة للمجتمع الدولي إزاء الذي يعاني منه الشعب البحريني. اليوم يطالب بالوقوف ضد سياسة التجنيس من قبل أصول غير بحرينية، أيضا أحادية السلطة، البطالة، غير ذلك، هموم كثيرة وآلام يعاني منها المواطن البحريني. وبالتالي لماذا دائما السلطة الخليفية تسحب هذا الموضوع وهذه المعارضة وهذا الزخم الكبير بالنسبة للمتظاهرين الذين يملؤون الساحات، تسحبه إلى الموضوع الطائفي، وأيضا تتهم إيران بأنها من تقف وراء هؤلاء المتظاهرين؟ هذا شيء تاريخي، دائما كل الحكومات تحاول أن تلصق التهم أن هناك عوامل خارجية، أن المدافعين عن حقوق الإنسان خونة، عملاء لإيران، عملاء إلى آخر ما هم ذلك، لتغييب الأسباب الداخلية للصراع. يعني حكومة البحرين اليوم بعد خمس سنوات فشلت، استخدمت كل الأساليب، يعني القمع، التعذيب، وضعت كل قادة المعارضة بالسجن، الحل الأمني، استدعاء يعني قوات. الآن حكومة البحرين تتجه نحو الانتحار ونحو التفسخ. أنا أتوقع أن يكون هناك يعني انقسامات وتفسخ، خاصة الآن الوضع السياسي متأزم، الوضع الاقتصادي متأزم، خاصة الآن الوضع الاقتصادي أمام انهيار أسعار النفط. يعني عندما تعجز حكومة البحرين هي مش سبب مالي أن تسدد اشتراكها للأمم المتحدة، وأن تنظر بأنها يعني في مرحلة التأنيب، بعد فترة مرحلة الطرد. يعني حكومة البحرين يعني تعزل نفسها عن كل المجتمع الدولي، فهي لم تتعظ بعد خمس سنوات أن أسلوب القمع لم يجدي. هذا الشعب اللي مستمر بالشوارع اليوم يعني الشعب البحريني 14 شباط أصبح عيد، أصبح عيدا وطنيا. ترى اليوم المظاهرات، الاحتفالات، يعني إذا لم تتعظ حكومة البحرين بعد خمس سنوات أن تلجأ إطلاق سراح المعتقلين،
أن تبدأ بالحوار السياسي بالمصالحة الوطنية بعد فشل كل الأساليب. إذا لم تلجأ إلى ذلك يعني حكومة البحرين، نحن أمام تسليم البحرين إلى جماعات إرهابية وداعش وجبهة النصرة وغيرها. إذن كان معنا في الاستوديو الأستاذ الحقوقي محمد صفا، رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في هذه التغطية. وأيضا أنتم مشاهدي الكرام، ستستمر هذه التغطيات وسيستمر التظاهر بشكل سلمي وصولا للحقوق المسلوبة. شكرا لكم، في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.